يعني لو يعني الكولج هتذاكر فيها موضوع يبقى هو هيبقى الفيزيولوجي ادمنستريشن، لو الاوبستريكس هتذاكر فيها موضوع يبقى النورمال ليه. فموضوع الفيزيولوجي ادمنستريشن سايكل ده اساسي انك انت تفهم الجاينيكولوجي كله بيترتب عليه الفيزيولوجي ادمنستريشن سايكل، بيترتب عليه كتاب الجاينيكولوجي اللي في ايدكو ده كله. فايتس اكستريملي امبورتنت ان الموضوع ده ما تقبلش انك انت تمشي مش فاهمه 100%، 99% مش مقبول، لان الموضوع ده هيترتب عليه حاجات كتيره جدا، فما ينفعش انك انت ما تبقاش فاهمه 100%. قليله قوي الحاجات اللي هقول لكم عليها كده، فما ينفعش انك انت ما تبقاش فاهمه ده 100%. وبرده في نفس الوقت انا بتقبل الاسئله ان بتوين، يعني وانا بشرح حتى على السؤال بتاعي معلش في ده وفي النورمال ليبر انا بخلصها على بعضها وبخلصه كذا مره، يعني بقعد عيد وازيد فيه وبعدين باخد الاسئله. ليه؟ عشان ما يحصلش انتربشن للفلو بتاع الفهم بتاعه. ف يعني استحملوني في ده، مش يعني هاخد اسئله بس هاخدها في الاخر، لان ممكن قوي تكون انت بتسال سؤال وتلاقي اجابته جايه، لان انا يعني هتلاقيني بشرح بالطول وبالعرض وكل حاجه، فما تقلقش. وطبعا you don't need to follow me في الكتاب. ليه؟ لان هقول كل اللي موجود في الكتاب بس ممكن ما اقولوش بالتسلسل اللي موجود في الكتاب. ليه؟ لان انا بقوله بالتسلسل اللي بنتقبله في الفهم اكتر، فبالتالي ممكن تلاقوني بقوله بطريقه مختلفه، لكن لما ترجع تقراه في الكتاب هتلاقي كل الكلام اللي انت بتقراه في الكتاب ده انت فاهمه واحنا قلناه وكل حاجه. فمعلش نركز مع بعضينا في القصه دي عشان يسهل لنا كتير قوي الجاينيكولوجي بعد كده. هو الموضوع اسمه فيزيولوجي اوف ذا منسترال سايكل. كلمه فيزيولوجي يعني ده نورمال ولا ابنورمال؟ نورمال. كمان اللي هنقوله النهارده هتلاقي ان كله انت اخدته قبل كده في البيزكس، سواء كان اناتومي او الفيزيولوجي فعلا او البايوكيمستري او الهيستولوجي، يعني كل اللي انا هقوله هتلاقي نفسك سمعته قبل كده، سمعته. طب ما احنا بنعمل ايه؟ احنا بننظم الحته دي بحيث ان هي تبقى واضحه في دماغك بس، لكن مفيش كلمه هقولها زياده عن اللي انت اخدته في البيزكس. انا مجرد ان انا هراجع معاك اللي انت اخدته في البيزكس اللي يسهل لنا بعد كده احنا ماشيين في الرساله. طب خلاص انت قلتي مقدمه كتير، نبتدي بقى. اول حاجه عندنا اللي هيكونترول المنسترال سايكل هو حاجه اسمها الهايبوثالامس. حاجه اسمها ما احنا عارفين هو الهايبوثالامس ده موجود فين؟ في البرين، في البيز اوف البرين تحت الثيرد فنتركل كده، الهايبوثالامس ده موجود فوق. طب حد يعرف الهايبوثالامس ده اناتومي فيزيولوجي بقى، الهايبوثالامس ده بيسكريت ايه؟ ريليزنج هرمونز. هاي زي ايه اللي ريليزنج هرمونز؟ تي ان ار اتش. كويس. تي ان ار اتش بيسكريت من الهايبوثالامس؟ ده هنقول ريليزنج هرمون، يعني لازم الكلمه اللي انت تقولها لي يبقى فيها كلمه ريليزنج هرمون. تي ار اتش. يعني ما ينفعش تقول لي هرمون ما فيهوش كلمه ريليزنج هرمون. تي ار اتش ثايروتروبين ريليزنج هرمون، يبقى ممكن هو بيسكريت تي ار اتش جلوتروفين ريليزنج هرمون، يسكريت تي ار اتش اللي هو ثايروتروبين ريليزنج هرمون. ايه كمان؟ اف اس اتش ده من فوق، دكاتره نركز مع بعض، لازم يبقى في كلمه ريليزنج هرمون، لازم يبقى في كلمه ريليزنج هرمون. ايه تاني؟ تي ار اتش اللي هو كورتيكوتروفين ريليزنج هرمون، صح فعلا. هو الهايبوثالامس سكريت تي ار اتش كورتيكوتروفين ريليزنج هرمون، الثايروتروبين ريليزنج هرمون. ايه كمان؟ جونادوتروبين ريليزنج جروث هرمون ريليزنج هرمون، بالظبط كده جروث هرمون ريليزنج هرمون، يعني كلهم ريليزنج هرمون. يعني استيميلاتوري ولا انهبيتوري؟ استيميلاتوري. في واحد بس اللي انهبيتوري ريليزد من الهايبوثالامس اللي هو برولاكتين انهبيتنج فاكتور، برولاكتين انهبيتنج فاكتور. فده الفيزيولوجي او الفانكشن فيزيولوجي هم واحد، فالفانكشن بتاع الهايبوثالامس ان هو بيسكريت ريليزنج هرمون. ريليزنج هرمون لمين؟ للجونادوتروفينز، للثايروكسين كويس، الثايرويد كويس، ريليزنج هرمون للثايرويد اللي هو الثايروتروفين ريليزنج هرمون، للادرينا كورتيكوتروفين ريليزنج هرمون، للبروس هرمون بروس هرمون ريليزنج هرمون، واحد بس الانهبيتور اللي هو البرولاكتين انهبيتنج فاكتور. فده الفانكشن بتاع الهايبوثالامس. يبقى احنا خدنا الاناتوم بتاعه ده موجود في البيز اوف ذا برين تحت الثيرد فنتركل. طب الفيزيولوجي ان هو بيسكريت الريليزنج هرمونز كلهم ما عدا واحد انهبيتوري اللي هو البرولاكتين انهبيتنج فاكتور. طب البايوكيمستري بتاعه دول الريليزنج هرمونز ايه النيتشر بتاعتهم؟ بيبتايدز. طب لما اقول كلمه بيبتايدز ده معناها ايه؟ هل هم بيقعدوا فتره في السيركيليشن؟ لا، البيبتايدز بيبقوا رابيدلي بيبقوا ديجريدد بسرعه قوي، يعني على طول بيبقوا ديجريدبل في حتى ما بتلاقيهوش في البريفير سيركيليشن من كتر ما هم بيتكسروا بسرعه. لازم يبقى معاهم يعني كربوهيدرات عشان تخليهم يبقوا ستيبل في السيركيليشن، وهما للاسف مش جلايكو ما فيهمش كربوهيدرات، هو بس بيبتايدز او بروتينز،
فعشان كده هما بيبقوا rapidly degraded in the peripheral circulation فما تلاقيهمش. يعني ما ينفعش تقول للست روحي قيسيلي الكورتيزون ريليزنج هرمون او مش عارف الفايروتروبين او الجونادوتروفين ريليزنج هرمون. ليه؟ لان هي مش هتفاعل it won't be found in the peripheral circulation. فبالتالي هما بيبقوا rapidly degraded فدول مش هنقدر ان احنا نقيسهم اللي هما زي الجينريشن ريكت الجينريشن اللي احنا نسى. فبالتالي هفوكس على ده مش هفوكس على الثايروتروبين ولا الكورتيكوتروفين ولا الجراس هرمون. انا اللي هفوكس عليه طبعا هو الجينريتش منطقي لان احنا بنشرح نسا طويل. يبقى كده الهايبوثالامس احنا شفنا الاناتومي بتاعه ان هو موجود في البيز اوف ذا برين وعرفنا الفيزيولوجي بتاعه ان هو بيسكريت ريليزنج هرمون ما عدا واحد بس انهبيتنج فاكتور اللي هو البرولاكتين. وعرفنا البايوكيمستري بتاعه ان هم كلهم بيبقوا بيبوكيتايد فرابيدلي ديجريدد ونوت فاوند ان ذا بريفيرال سيركيليشن وبيبقوا سيكريتد ان ابلسيتايد مانر زي ما احنا شايفين كده. واضح الكلمتين اللي انا بقولهم دول؟ نيجي بقى بعد كده هنلاقي بعد الهايبوثالامس في الكنترول حاجه اسمها بيتشيتري جلاند. بيتشيتري جلاند البيتشيتري جلاند دي موجوده فين يا نتاجة؟ في السيلا تيرسيكا. في السيلا تيرسيكا برده تحت على طول الهايبوثالامس في السيلا تيرسيكا حتى هما كونكتد ببعض بحاجه اسمها انفانديبلوم او بيتشيتري ستوب. يعني هو كونكتد ببعض فهي موجوده في السيلا تيرسيكا وحواليها بيبقى الاوبتيك نيرف او الاوبتيك كازما من ناحيتين. فدي البيتشيتري اللي هو اناتوميكالي هي موجوده فين؟ موجوده في السيلا تيرسيكا او في البيز اوف ذا برين. دي بالنسبه للاناتومي بتاع البيتشيتري جلاند. طب البيتشيتري جلاند دي متقسمه لجزئين مش كده ولا ايه؟ انتيريور لوب بوستيريور لوب بالظبط كده. طيب ايه الفيزيولوجي بتاعهم؟ انتيريور لوب ده بيسكريت ايه؟ جروث هرمون. جروث هرمون بقى نفسه مش الريليزنج بقى. كل دول هيبقوا سكريتد برضه من البيتشيتري بس الهرمونات نفسها مش الريليزنج فاكتورز بتاعتها الهرمونز نفسهم اللي هم مين نفسهم دول؟ تي اس اتش. الثايروبين بقى هنا هيبقى تي اس اتش او ثايرويد ستيميليتنج هرمون. ايه كمان؟ اف اس اتش وال اتش. وال اتش الفوليكولر ستيميليتنج هرمون والليجنايزنج هرمون اف اس اتش وال اتش. ايه كمان؟ ها؟ اي سي تي اتش اللي هو ادرينو كورتيكوتروفين يعني الاي سي تي اتش خلاص. وبعدين ايه كمان؟ بلس هرمون او 2. ايه كمان؟ في واحد اللي احنا قلنا انهيبيتنج فاكتور برولاكتين انهيبيتنج فاكتور. فكل دول بيبقوا سكريتد من الانتيريور بيتيوتري. طب ومال بوستيريور بيتيوتري؟ اي دي اتش اللي هو الانتي دايريتيك هرمون واوكسيتوسين. طب ايه الفكره ان انا اعرف دول سكريتد من الانتيريور لوب ولا من البوستيريور لوب؟ هل تفرق معايا في حاجه؟ تفرق. ليه؟ طالما ان هم سكريتد من نفس المكان فيهم انتر اكشن في البايوكيميكال رياكشنز بتاعتهم لان هم سكريتد من المكان ده. طب سكريتد من المكان ده يعني لو جيت تبص على الشكل المولكيول كويس الكربون اللي فيها والهيدروكسيل جروبس والكلام ده هتلاقي ان هم شبه بعض بتوع الانتيريور بيتيوتري وشبه بعض بتوع البيتيوتري. يعني ايه شبه بعض؟ يعني لو بنقول ان هي بتتكون من الفا اند بيتا سب يونت بتلاقي ان الالفا سب يونت بتاع الاف اس اتش والال اتش والاي سي تي اتش والتي اس اتش والكلام ده كلهم هم نفس الالفا سب يونت لكن البيتا هي اللي بتختلف. وبرده نفس القصه لما تيجي تتكلم على الاي دي اتش والاوكسيتوسين هتلاقي ان هم برده سيميلر الاي دي اتش والاوكسيتوسين في شويه بايوكيميكال رياكشنز بايوكيميكال نيتشر. فبالتالي الرياكشن او الفانكشن بتاعهم ممكن يبقوا سيميلر في شويه حاجات. ودي معلومه مهمه عشان بعد كده لما نيجي نقول مثلا ايه الاف اس اتش عالي وعمل لي ثايرويد لايك اكشن فنبقى فاهمين ليه عمل ثايرويد لايك اكشن لان هو الالفا سب يونت بتاعتهم سيميلر فممكن يعمل لي لايك اكشن. وست يجي لها شويه ايزوثالموس مش عارف ايه بس وانس انك انت تريتد الكونديشن خلاص لان هي مش الثايرويد هو العادي هو عشان الاف اس اتش عالي وهو ليه سيميلر زي التي اس اتش. فدي معلومه مهمه لازم نبقى عارفينها. تاني بقى احنا بنتكلم على ايه؟ كل واحد من دول بنشوف الاناتومي بتاعه الفيزيولوجي بتاعه والبايوكيمستري بتاعه اخباره ايه. خلصنا من الهايبوثالامس جينا على البيتشيتري فقلنا البيتشيتري دي عندها انتيرير لوب وبوستيرير لوب. الانتيرير لوب بيسكريت الاي سي تي اتش التي اس اتش الجراس هرمون البرولاكتين والاف اس اتش والال اتش. والبوستيرير لوب بيسكريت الاي دي اتش والاوكسيتوسين. عشان كده برضو لما نيجي مثلا ايه نعلق للعيان اوكسيتوسين بيعمل ايه؟ بالظبط كده. فبنستخدمه جدا في الاندكشن اوف ليبر وهنتكلم عنه كتير يعني. فلما بنعلق للعيان اوكسيتوسين اخاف برضو من ايه؟ ان يجي لها سايد افكتس من الاوكسيتوسين ايه؟
دي مع فلود ريتنشن لانه ليه اي دي اتش انتي دايريتك. انتي دايريتك يعني اجاز دايوريسيس، فممكن يجي لها فلود ريتنشن. فبنبقى واخدين بالنا قوي قوي مثلا لو العينه كارديك عشان انا ما اعملهاش بايدي بقى فلود اوفرلود، يعني فاهمين ازاي؟ فعشان كده دي معلومات مهمه بيزك، يعني على فكره دي معلومات بيزك بس مهم ان احنا نبقى عارفينها، مهم ان احنا نبقى عارفينها عشان نبقى رابطين الحاجات ببعض. فده بالنسبه للانتيريور بيتيوتري والبوستيريور بيتيوتري او الانتيريور لوبال بيتيوتري جلاند والبوستيريور لوبال بيتيوتري جلاند. طيب هما النيتشي بقى احنا خدنا بقى الاناتومي الفيزيولوجي اللي هو الفانكشن بتاعت البيتيوتري ان هي بتسكريت ايه كويس. ايه النيتشر بتاعت الحاجات اللي احنا بنقولها دي؟ جلايكوبروتينز. جلايكوبروتينز يعني هما بروتين بس ليها جلايكوجين كونتنت، والجلايكوجين كونتنت هو اللي بيرندر الهرمونز دي ستيبل. يعني ايه ستيبل؟ يعني اي كان فاوند دم ان ذا بريفيرال سيركيليشن، يعني لو اخذت عينه دم من العيانه اقدر اقول لها روحي اعملي لي الاف اس اتش، روحي اعملي لي الال اتش. انا اقدر اكتب كده لبتاع المعمل لدكتور المعمل ان هو انا عايزه الميجرمنت بتاع الاف اس اتش، انا عايزه الميجرمنت بتاعه الال اتش، انا عايزه الميجرمنت بتاعه التي اس اتش. ما كنتش اقدر اعمل كده في الريليزنج هرمونز، لكن اقدر اعمل كده هنا. ليه؟ لان النيتشر بتاعتهم جلايكوبروتينز، فبالتالي اقدر ان انا اقيسهم. يبقى ده بالنسبه للبيتيوتري. ايه البيتيوتري؟ كل كلمه انتوا خدتوه، يعني الاناتومي الفيزيولوجي والبايو اللي انا عماله اتكلم فيه ده انتوا خدتوه، بس انا بنسترجع منه يعني حاجات بحيث ان احنا نقدر نشرح الموضوع بتاعنا. يبقى احنا اتكلمنا على الاناتومي بتاع الهايبوثالامس. الهايبوثالامس ده موجود فين؟ في البيز اوف ذا برين وتحت الثيرد فنتريكل. والفيزيولوجي بتاعه ان هو بيسكريت الريليزنج هرمونز، كل الريليزنج هرمونز من اول الجونادوتروفين الريليزنج هرمونز اللي يهمني انا في النساء، بلس الكورتيكوتروفين الريليزنج هرمون، الثايروتروفين الريليزنج هرمون، براش هرمون الريليزنج هرمون، يعني كل الهرمونز الريليزنج بلس واحد انهبيتوري اللي هو برولاكتين انهبيتنج فاكتور. طب الكيمستري دول البيبتايدز، والبيبتايدز دول بيبقوا نوت فاوند ان ذا بريفيرال سيركيليشن لان هم رابيدلي ديجريدد وبيبقوا سيكريتد ان البالس تايمر. ده الهايبوثالامس. بعدي البيتشيتري. يعني ايه بعدي؟ يعني انفلونس بي بالسيكريتري هرمونز او ريليزنج هرمونز دي البيتشيتري جلاند، وهي موجوده فين؟ تحته على طول، تحته على طول، حتى هم كونكتد بالانفانديبلم او البيتشيتري. طيب وهي موجوده فين؟ في الاناتومي في السيلا تورسيكا. طيب وبتعمل ايه؟ الفانكشن بتاع البيتيوتري هي ليها انتيريور لوب وبوستيريور لوب. الانتيريور لوب ده هو اللي بيسكريت اف اس اتش وكل بقى الستيميلات الهرمون اف اس اتش والال اتش والتي اس اتش والاي سي تي اتش والجراس هرمون نفسه والبرولاكتين. ده انتيريور لوب. طب والبوستيريور لوب بيسكريت الاي دي اتش والاوكسيتوسين. طب ده اناتومي فيزيولوجي. طيب الباكيمستري بتاعه هو النيتشر بتاعتهم ايه؟ جلايكوبروتينز. كونهم ان هم جلايكوبروتينز يعني في كربوهيدرات كونتنت جلايكوجين كونتنت، ده بيخليهم ستيبل في البريفيرال سيركيليشن، فاقدر ان انا اقيسهم، اقدر ان انا اقول للعيانه روحي اعملي لي التحليل ده عشان اعرف اذا كانت الفانكشن بتاعت البيتيوتري كويسه ولا. طب لو حصل هنا انتربشن او حصل مثلا البيتيوتري ستوب ده حصل له مشكله، خلاص العيانه حصل لها حادثه بتاع فحصل مشكله هنا، هيحصل ايه للهرمونز بتاعت البيتيوتري؟ ايه رايكم؟ يعني ايه؟ يعني هتقل ولا هتزيد؟ هتقل. كلهم لا بعد البرولاكتين. بالظبط كده، لان البرولاكتين اندر ذا انفلوينس اوف برولاكتين انهيبيتنج فاكتور فبالتالي اللاكتوتروفس بتاعه البيتيوتري هتسكريت برولاكتين اللي مش هيبقى انهيبيتد بالبرولاكتين انهيبيتنج فاكتور. فبالتالي لو حصل مشكله في الكونكشن ما بين الهايبوثالامس والبيتيوتري ايه اللي هلاقيه؟ ان هلاقي انه مفيش ريليزنج هرمون، مفيش ستيميلاتري هرمون، مفيش حاجه بتستيميليت البيتيوتري تو سكريت الجلاند، فهتلاقي ان كل الهرمونز بتاعه البيتيوتري قلت لان هي كلها اندر ذا انفلوينس اوف ريليزنج هرمونز ما عدا واحد اللي هو البرولاكتين لان هو اندر ذا افكت اوف انهيبيتنج فاكتور من الهايبوثالامس، فبالتالي هتفضل اللاكتوتروفس سكريت برولاكتين من غير ما تبقى انهيبيتد، فالوحيد اللي هيزيد عندي هو البرولاكتين لقيت، لكن بقيه الحاجات كلها هتبقى انهيبيتد. بس عشان نبقى متخيلين الفانكشن بتاع الهايبوثالامس وازاي بيشتغل على البيتيوتري وازاي البيتيوتري ان هي انفلوينس بالهايبوثالامس. في اي مشكله في اللي انا قلته؟ انت عايز تخش ولا عايز اعمل مشكله؟ يا نهار ابيض. هو بس تعرف بسرعه بسرعه بس هتقعد انا مش هينفع استوب او هتمشي واكلمكم يعني حاجه من الاثنين فزي ما انتوا عايزين. هو حازم هنا برضه انا مش عارفه هو حازم طيب يبقى تاني احنا بنتكلم على الهايبوثالامس وبعدين بعد كده البيتيوتري. هو الهايبوثالامس والبيتيوتري دول موجودين في الستات بس؟
فيميلز يعني. طبعا بدلين عمالين نقول اه ماشي الاف اس اتش والال اتش, بس الاف اس اتش الاف اس اتش والال اتش دول ريليتد بس للفيميلز والميلز ما عندهمش؟ ما عندهم طبعا, عندهم وعادي بيسكتوا بيعمل سيميليشن سبرماتوجينيسيس وكده الحته بتاعتهم برده. فكل ده موجود سواء ميلز اند فيميلز يعني, انا ما عندناش مشكله. حتى فعلا الفيتري دول بهرموناتهم دي كلها بالريليزنج فاكتورز بالانهيبيتنج فاكتورز بكل الكلام ده, ده موجود سواء بتكلم على ميل او فيميل. فبالنسبه لي يعني مش حاجه سبيسيفيك للجاينيكولوجي. امال مين بقى اللي هيبقى سبيسيفيك للجاينيكولوجي؟ من اول الاوف, من اول الاوف طبعا هيبقى ايكويفالنت ليهم لما تروحوا الاندرو الاندرولوجي التستيكلز ويقعدوا يشرحوا لكم بقى السايت هناك ازاي. لكن انا هنا هتكلم على الاوفري. الاوفري اناتومي الاوفري ده موجود فين؟ في البلبس, في البلبس في الاوفيريان فوسا, ودي ريليشن معينه وكده هنتكلم على الكلام ده في الاناتومي في البلبس. طيب فيزيولوجي ايه الفانكشن اوف ذا اوفري؟ ها عاوز سكريشن هرمونز واوفر بالظبط كده. هو ليه تو فانكشنز, تو فانكشنز مهمين جدا 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 جدا, ان هو بيسكريت هرمونز وبيسكريت فوليكلز. لان هو في فوليكلز, في فوليكلز, فبيسكريت فوليكلز او اوفر او اوسايتس اللي هو بيقول عليها ايه لما الست يحصل لها ايه اوفيليشن بالظبط كده, او تبويض خلاص ان هي البويضه طلعت او البويضه انفجرت او يعني ريليست خلاص. فهو بيسكريت حاجتين. يبقى الفانكشن هنا احنا قلنا الاناتومي, كل واحد بنشوف الاناتومي والفيزيولوجي والبايو بتاعه خلاص. الاناتومي بتاع الاوفري ان هو موجود في البلفس وعلى الاوفيريان فوسا بريليشن مع الايدياك فاسلز, ده بالنسبه للاوفري. طب ده بالنسبه للاناتومي. طب بالنسبه للفيزيولوجي بتاعه بيعمل ايه الفانكشن, فيزيولوجي فانكشن بتاعته ان هو بيسكريت هرمونز وبيسكريت فوليكلز او اوفر. ايه الهرمونز اللي بتبقى سكريتد من الاوفري؟ استروجين بروجستيرون, استروجين اند بروجستيرون. طب والنيتشر بتاعتهم ايه؟ بايو ستيرويدز, دول ستيرويد هرمونز. بنلاقيهم في البريفير سيركيليشن؟ اه بنلاقيهم عادي, وممكن نقيسهم وكل حاجه عادي. يبقى الفانكشن بتاعه الاوفري بيعمل حاجتين, يسكريت هرمونز ويسكريت اوفر. مين اللي بيسكريت هرمون في الاوفري؟ هو الاوفري ده الاوفري فيه فوليكلز وفيه ستروما. مين اللي تفتكروا اللي بيسكريت الاستروجين اند بروجستيرون, الستروما ولا الفوليكلز؟ الفوليكلز, الفوليكلز. بدليل ان الست في المينوبوز بيبقى عندها ديبليشن, مش كده ديبليشن اوف ذا فوليكلز, هل بيفضل عندها استروجين بروجستيرون؟ لا, طب ما الستروما موجوده, ما الاوفري ده الستروما موجوده والفايبر ستيشن موجود. ما لو كانت الستروما هي اللي بتسكريت كان المفروض ان انا في المينوبوز الاقي الهرمونز موجوده. لا بس انا ما بلاقيهاش. اه عشان هي سكريتد من الفوليكلز, الفوليكلز, وده هنتكلم عليه في المينوبوز. طيب الفوليكلز دي هل هم يعني ليهم سايكل وبيتكونوا على طول في الاوفري, ولا بتبقى هي مولوده بعدد معين من الفوليكلز؟ لا, مولوده بعدد معين من الفوليكلز, حتى موجود ان يوترو يبقى ليها مش عارف كام مليون, وعند ات تايم اوف بيوبرتي مش عارف بيبقى فيه كام الف, 400,000 فوليكل ات تايم اوف بيوبرتي. وتقريبا كل دوميننت فوليكل بتبقى ريليز قدامها 1000 واحده بتبقى اتراتيك. يعني كلهم بيجروا زي بالظبط بتاع ملكات النحل والكلام ده, يعني كله بيجري بيجري بيسبق, بيحاول يسبق بعضه عشان توصل للدوميننت فوليكل. الدوميننت فوليكل اللي هي الكبيره اللي حجمها كويس اللي هو 2 سم كده, عشان يحصل منها ريليز وتفرقع وتبقى هي اللي عملت الاوفيليشن. كلهم كام واحده؟ 1000 واحده, واحده بس هي بتوصل للدوميننس. وانس ان هي وصلت للدوميننس ال 1000 التانيين اللي واحد يعني دول بيبقوا اتراتيك وخلاص. اتراتيك يعني ايه؟ يعني بيبوظوا, ما ينفعش ان هم يرجعوا يكبروا تاني. يعني مع كل سايكل من ال 400 في 1000 فوليكل بتبقى راح, واحده بس هي اللي بقت دوميننت وحصل منها اوفيليشن. فبالتالي الفوليكلز دول بريشس ولا مش بريشس؟ اكستريملي بريشس. الاوفري كاورجن ده بريشس ولا مش بريشس؟ يا نهار ابيض, ده اكستريملي بريشس. حد يعرف حجم الاوفري قد ايه؟ حجمه اناتوميكال 1 في 2 في 3 سم. المان شيبت قد كده, 1 في 2 في 3 سم. طبعا دكاتره الجراحه لما بيفتحوا يلاقوا سيست على الاوفري, ده سيست مثلا 5 سم على اوفري اللي هو 1 في 2 في 3, هيعملوا ايه؟ هيشيلوا الاوفري طبعا بالسيست. اذا كانت السيست قد كده هيخلي البتاع دي اللي قد كده, فاهمين ازاي؟ لكن هو اكستريملي امبورتنت, طبعا اكستريملي امبورتنت. ده هو في كل الفوليكلز دي اللي احنا عمالين نتكلم عليها, ال 400,000 فوليكل اللي بتكبر وتوصل للدوميننس وكمان تسكريت الهرمونز. يعني انا لو شلت الاوفري ده الست دي مش هيبقى عندها الهرمونز, مش هيبقى عندها الاستروجين والبروجستيرون. فبالتالي الفانكشن بتاع الاوفري از اكستريملي امبورتنت. يبقى احنا اتكلمنا على الاناتومي بتاعه هو موجود فين, الفيزيولوجي بتاعه ان هو بيسكريت فوليكلز
والفوليك دي تبقى سكريتد واحده كل شهر قدام الواحده اللي بتبقى سكريتد او ريليز او اوفيليتنج. ما هو كلمه سكريتد يعني ريليز يعني اوفيليتنج خلاص. فقدام الواحده دي بيبقى قدامها 1000 واحده بتبقى اتراتيك وبتبوظ وبتدمر وبتبقى مش نافعه تاني. يعني يبتدي بقى في السايكل اللي بعدها 1000 غيرهم بقى غيرهم يبتدوا هم يكبروا وواحده منهم توصل للدوميننس. و طب دوميننت فوليكل، دوميننت فوليكل احنا لسه بنقول ان هي الفوليكلز هي اللي بتسكريت الهرمونز. تفتكروا اي فوليكل اللي هتسكريت هرمون بقوه؟ هل الدوميننت ولا الصغيرين؟ الدوميننت فوليكل، الفوليكل الكبيره دي هي الاكثر انها بتسكريت هرمون، لان كلمه دوميننت يعني هي الكبيره، هي اللي الفانكشن بتاعها كويس، هي اللي تقدر تسكريت الهرمون. بتسكريت الهرمونز ازاي؟ الفوليكل دي ليها اوسايت في النص وبعدين حواليها two layers of cells. two layers of cells، واحدة layer جوه اسمها granulosa cell وفي layer تانية براها اسمها فيكا cells. بالظبط كده. فكل اوسايت حواليها two layers of cells. الاوسايت الصغيرة حواليها two layers of cells. في layer جوه اسمها granulosa cells وفي layer براها اسمها فيكا cells. ايوه يعني مين اللي هيسكريت يعني الهرمونز؟ هي بتاعتي، هي الاوسايت اللي حواليها الاثنين. ايوه يعني ده ستروما ولا فوليكل؟ لا دي فوليكل، هي الفوليكل متكونه من كده، هي الفوليكل نفسها متكونه يعني حواليها تو لايرز، وده اللي بيحمي الفوليكل، ده اللي بيخلي الفوليكل دي ما تبص وما تبقاش اتراتيك. يعني التو لايرز دول ار اكستريملي امبورتنت. التو لايرز دول مش موجودين في التيرنر على فكره، عشان كده في التيرنر سيندروم اللي هما الاكس او بتلاقي ان الفوليكلز بتاعتهم مش بتسكريت حاجه ومش بتفانكشن. ليه؟ لان هما مش بروتكتد بالتو لايرز دول. طب استنى، من التيرنر احنا بنتكلم في الفيزيولوجي في النورم، ان هو كل اوسايت حواليها تو لايرز، لاير جوهانيه اللي هي الجرانيولوزا ولاير اللي بره اللي هي اسمها الثيكا سيل، ودي كلها هي الاوسايت، هي الفوليكل. الفوليكل هي الاوسايت اللي في النص وحواليها الجرانيولوزا والثيكا سيلز. ايوه مين اللي بيسكريت يعني الهرمونز؟ الترنيتنج الثيكا والجرانيولوزا بيعملوا ايه؟ في كوليسترول موجود في الدم طبعا، كلنا عندنا كوليسترول خلاص، وفي اتش دي ال ومش عارف ايه وكده، كله فيه كوليسترول. بيحصل لهم ايه؟ بيحصل لهم ابتيك باي ذا ثيكا سيلز. بيحصل للكوليسترول ده ابتيك باي ذا ثيكا سيلز. الثيكا سيلز دي حتى ابتيك، ما هو رايحين الفوليكلز
وفي عندنا برضو FSH والH جايين من البيتيوتري جلاند. بيحصل لهم ايه؟ بيخشوا جوه الاوفري يعملوا ايه؟ بلاقي ان الفوليكل الجروينج فوليكل دي في عندها 2 layers of cells, فيكا سال بره وجرانيولوزا سال جوه. فالفيكا سالس هتاخد هذا الكوليسترول under the effect of LH فتروح محولة هذا الكوليسترول لأندروستين دايون. immediately the granulosa cells will take الأندروستين دايون عشان تحوله in the presence of the aromatase enzyme اللي موجود جوه الفوليكل تحوله لإسترادايون. طيب الإسترادايون ده بيحصل له ايه؟ بيبتدي يبقى released في السيركيليشن برضو, لان ده بيبقى released في البريفيرال سيركيليشن. يبتدي بقى الإسترادايون ده يinfluence ال FSH وال LH. يبقى احنا عندنا السيلز هنا, السيل اللي هي الاوسايت والجرانيولوزا والثيكا سيلز اخذت الكوليسترول under the effect, الثيكا سيلز اخذت الكوليسترول under the effect of LH هرمون اللي موجود من البيتيوتري وحولت الكوليسترول لاندروستين دايون. immediately راحت الجرانيولوزا سيل واخد هذا الاندروستين دايون وحولته لاسترادايون. الاسترادايون ده هيبتدي يعمل ايفكت بتاعته اللي هنشوفها دلوقتي. يبقى احنا كده حصل سكريشن لمين؟ استروجين. طب ومال البروجستيرون سكريتد ازاي؟ البروجستيرون ده يبقى مينلي في السكند هاف اوف ذا سايكل. في السكند هاف اوف ذا سايكل هيحصل له سكريشن. ايوه ازاي؟ انهي سيل تفتكروا انهي فوليكل هي اللي هيبقى فيها لارج اماونت اوف استروجين؟ الدم بالظبط كده. ليه؟ لان الدم زي شايفين الرسمه اللي انا رسمها دي فيها سيلز كتيره قوي زرقاء, والزرقاء دي اللي هي الجرانيولوزا سيلز فيها سيلز كتير زرقاء. فبالتالي هيبقى عندي فيري هاي اماونت اوف استرادايول موجوده في الدوميننت فوليكل. فالفيري هاي اماونت اوف استرادايول دي بتروح رايحه على البيتيوتري تعمل لي بوزيتيف ال اتش سيرج. هو الطبيعي ان الاستروجين والبروجستيرون في الليفل العادي تفتكروا ان هم هيعملوا ايه للبيتيوتري هرمونز اللي هم الاف اس اتش ولا ال اتش؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف فيدباك انديكيشن؟ نيجاتيف عشان ما يبقاش الحاجه تعلى قوي. فبالتالي لما بيكون حتى الست المينوبوزا تفتكروا الاف اس اتش بتاعها هيبقى قليل ولا عالي؟ ها عالي. ليه؟ عشان الاوفرز مش شغالين, فالاوفرز دي مش بتسكريت استروجين وبروجستيرون. يبقى انا ما عنديش استروجين وبروجستيرون. طب ايه اللي هيحصل لو انا ما عنديش استروجين وبروجستيرون؟ هيبقى النيجاتيف فيدباك ده مش موجود, لان مفيش استروجين ان هو يعمل لي النيجاتيف فيدباك انهيبيشن على البيتيوتري. فبالتالي البيتيوتري هتفضل تسكريت اف اس اتش والاتش كتير كتير عشان تستيميليت الاوفري اللي هو اساسا ما فيهوش فوليكلز. ما هي بقت منوبوزال, فمهما حصل علو في هذا الاف اس اتش والال اتش مش هيحصل ستيميليشن للاوفري, لان الاوفري ما بقاش فيه اوسايت وبقت ديبليتد. فالطبيعي انه الاستروجين اند بروجستيرون يعملوا لي نيجاتيف فيدباك انهيبيشن على الاف اس اتش والال اتش عشان يفضل الليفل اوف اف اس اتش اند ال اتش مينتين ده هو ما يعلاش قوي, يفضل ان هو مينتين. لان هو لو عالي جدا جدا ممكن يعمل حاجه اسمها هايبر ستيميليشن سيندروم, ودي هنتكلم عليها في البي سي او. لكن عشان يفضل مينتين وتفضل الدنيا فيري سينكرونايز كده, وان تخرج لي واحده اوسايت بس ما مش مليون الف واحده اوسايت في حاجه اسمها هايبر ستيميليشن سيندروم, لازم الليفل بتاع الاف اس اتش والال اتش يبقى كنترول ما يعلاش قوي. فبالتالي ما يعلاش قوي, فوانس ان هو الاستروجين والبروجستيرون ابتدوا ان هما يبقوا سيكريتد بيحصل لي نيجاتيف فيدباك انهيبيشن على طول. نيجاتيف فيدباك انهيبيشن على طول, ما عدا في كيس واحده بس كويس, ان بيحصل لي بوزيتيف فيدباك. فيري هاي ليفلز اوف استروجين بيعملوا لي بوزيتيف فيدباك على ال اتش, يعمل لي حاجه اسمها ال اتش سيرج. ال اتش سيرج اللي هو احنا رسمينه كده, ال اتش سيرج ده هو الكوز اوف اوفيليشن. الفانكشن الثانيه بتاعت الاوفري اللي هي الاوفيليشن, ال اتش سيرج ده هو الكوز اوف اوفيليشن. يعني ايه؟ يعني انا محتاجه انه يحصل هذا ال اتش سيرج عشان البويضه تفرقع اللي هو هنا كويس, اهي الدوميننت فوليكل اهو اللي هي فيها استروجين كتير وفيري هاي ليفلز اوف استروجين. هذا الاستروجين راح للبيتيوتري في البريفيرال سيركيليشن راح عامل بوزيتيف ال اتش سيرج. وانس ان هو حصل هذا البوزيتيف ال اتش سيرج هيحصل ريليز للفوليكل, خرجت البويضه اللي هي الفانكشن الثاني بتاع الاوفري اهي خرجت راحت فين؟ لما تبقى ريليز الاوسايت هتبقى كود باي, هو هنا في الفيمرال اند اوف ذا فالوبيان تيوب, هتبقى كود باي فيمرال اند اوف ذا فالوبيان تيوب. لو في سبيرم كويس يبقى ساعتها هيحصل لنا بقى فيرتلايزيشن وامبلانتيشن وتكمل براكتس. طيب افرض ان هي ريليز كده وما لقتش, ما كانش في سبيرم, هيحصل ايه؟ هيحصل ان هو خلاص دي طلعت السيلز اللي هنا اللي هي الجرانيولوزا والثيكا سيلز,
ميلانايزيشن او بريسيبيشن اوف يلو ماتيريال اللي هو الميتين ده، فده يكون لي حاجه اسمها ايه؟ كورفس ليتير. يعني اللي خرجت دي هي الاوفم الاوسايت، يا اما ان هي هتبقى في البلبس ودي اورجانيك فهتبقى خلاص ان هي يعني هتبقى ابزورد عادي، يا اما ان هي تتاخد باي الفيمريل اند ويتقابل سبيرم سلام فيرتلايزيشن امبلانتيشن. ايوه طب اللي فاضل ده ايه؟ اللي فاضل ده هيبقى كورفس ليتير، لازم هيبقى حاجه اسمها كورفس ليتير. كورفس ليتير ده بيعمل ايه الفانكشن بتاعه؟ بيسكريت بروجستين. هو ده بقى البيسكريت بروجستين. احنا قلنا جرانيلوزا وفيتا سيلز بتوعه الاوسايت هي اللي بتسكريت الاستروجين، وبعدين بعد الاوفيليشن هو الكوربس ليتيرم ده يبتدي سكريت بروجستيرون. طب معنى كده ان البروجستيرون ده هيبقى سكريتد في كل السايكلز؟ ايه رايكم؟ كل السايكلز هيبقى فيها بروجستيرون سكريتد؟ هل في كونديشن ممكن البروجستيرون ما يبقاش فيها موجود ما لاقيهوش في البلد؟ لو ايه؟ لو ما حصلش على اتش سيرج يعني ما حصلش ايه؟ اوفيليشن. بالظبط كده. فوجود بروجستيرون معناه ان السايكلز دي اوفيلاتري ولا ان اوفيلاتري؟ اوفيلاتري طبعا، اوفيلاتري طبعا. فبالتالي لو انت عايز تقيس هرمون في البلد من كل اللي احنا عمالين نتكلم عليهم دول عشان اعرف اذا كانت هي نورمال منسترويال سايكل ولا لا، هل كلمه منسترويال دي اكيوريت؟ المفروض كنا نسميها ايه لو احنا بنتكلم اكيوريت؟ اوفيلاتري سايكلز، نورمال اوفيلاتري سايكلز. طب ليه مش بنسميها اوفيلاتري سايكلز بنقول عليها منسترويال سايكلز؟ عشان ايه؟ بالظبط، بشوفها المنسز. هل انا شفت الاوفيليشن؟ لا. فبالتالي العينه هتيجي تقول لي ايه انا اي اوفيليتد؟ ممكن تقول لي ساينز او سيمتومز كده تسجست اوفيليشن، لكن الحاجه الوحيده اللي فيري اوبجكتيف كلنا هنقول اه فعلا ده صح هو المنسترويشن، المنسز، البلاد بتاع المنسز. فعشان كده بنسميها منسترويال سايكل، مش عشان هي اكيوريت الترمينولوجي بتاع منسترويال سايكل، عشان ده اللي احنا بنشوفه، فعشان كده بنسميها منسترويال سايكل. لكن طبعا كل اللي انا عماله اشرح فيه ده لا ده اوفيلاتري سايكلز، ده اوفيلاتري سايكلز. احنا بنتكلم على اوفيلاتري سايكلز لان هو ده الايفنت اللي كل ده بيحاول يسينكرونايز مع بعض عشان يحصل الايفنت بتاع الاوفيليشن. يعني الاوفيليشن هو اللي مهم. ايوه، والاوفيليشن حصل نتيجه لايه؟ ال LH سيرج. طب ال LH سيرج ده حصل نتيجه لايه؟ بوزيتيف فيدباك بتاع الهاي ليفلز اوف استراديول اللي موجود في الدومينانت فاكتور. ده لازم يبقى حاجه فيري سينكرونس انها تحصل بالطريقه دي. تاني يبقى احنا بنتكلم دلوقتي على ايه؟ بنتكلم على حاجه اسمها فيزيولوجي اوف ذا منسترال سايكل. ايه من اللي انا شرحته ده هو المنسترال سايكل لحد دلوقتي؟ ايه رايكم؟ ايه من دول تقولوا عليه ده منسترال سايكل؟ من اللي احنا شرحناه لحد دلوقتي، احنا اتكلمنا على ده واتكلمنا على ده واتكلمنا على الاوفري وقلنا ان هو بيحصل الاوفيليشن وبعدين بعد كده الكوربس ريتير، يا اما الاوسايت بتتاخد واتفر بقى يحصل لها ايه، هل فيرتلايزيشن ولا ابزورشن، واللي فاضل منها ده كوربس ريتير. هو الكوربس ريتير اللي بيسكريت البروجستيرون في السكند هاف اوف ذا سايكل، ومعنى وجود بروجستيرون ان هو حصل اوفيليشن. فده اللي احنا قلناه لحد دلوقتي. ايه من كل اللي انا قلته ده لحد دلوقتي هو ده المنسترال سايكل؟ ولا حاجة. ولا واحد. كله. ايه رأيكم؟ ده كله طبعا. ده كله طبعا. كلمة منسترال يعني لما حد يقول لك ايه هو الفيزيولوجي او منسترال سايكل؟ تقول له انت عايز المنسترال سايكل على الليفل بتاع الهايبوثالامس اللي هو بين الباستيليتي بتاعت الجي ان ار اتش، ولا على الليفل بتاع البيتيوتري اللي هو هذه الباستيليتي بتروح للبيتيوتري عشان تستيميليت الاف اس اتش ولا ال اتش، ولا على الليفل بتاع الاوفري ان هو هذا الاف اس اتش والال اتش اللي هو سكريتد في البريفرال سيركيليشن هيتاخد باي الجرانيلوزا والثيكا سيلز عشان يبروديوس استروجين، اللي هذا الاستروجين لما يعلى قوي يروح عامل لي الال اتش سيرج ويعمل لي الاوفيليشن، وبعد كده طالما حصل اوفيليشن يبقى الكوربس ريتيم هيسكريت البروجستيرون. كل ده كل ده بلس لسه اللي هنتكلم عليه على الليفل بتاع اليوترس واللي تحت. فاكشولي لما اجي اتكلم على الفيزيولوجي اوف ذا منسترال سايكل انا بتكلم على كله من اول الهايبوثالامس اللي بيحصل، وبعدين بعد كده اللي هو بيسكريت جي ان ار اتش يروح عند البيتيوتري اللي هو سكريت اف اس اتش اند ال اتش، الاف اس اتش والال اتش ده بيبقى سكريتد في البريفيرال سيركيليشن ابتيكن باي الجرانيولوزا اند ثيكا سيلز. جرانيولوزا اند ثيكا سيلز باي حاجه اسمها تو سيل ثيوري، لان هما فعلا تو سيلز اللي هو جرانيولوزا اند ثيكا سيلز فهما تو سيلز، فبيسموهم تو سيل ثيوري اللي هو ذا فورميشن اوف الاستروجين. فهيحصل ابتيك للاف اس اتش والال اتش اندر ذا افكت اوف الاروماتيز انزيم، هيبقى عندي هاي ليفل اوف استروجين.
هذا الهاي ليفل اوف استروجين لما يبقى موجود في الدوميننت فوليكل هيعمل لي بوزيتيف فيدباك على البيتيوتري، تعمل لي ال LH سيرج. وانس انه حصل ال LH سيرج على طول يروح حاصل الاوفيليشن، يعني ال LH سيرج هو اللي بيتريجر الاوفيليشن. ال LH سيرج هو اللي بيتريجر الاوفيليشن. انا اللي بيحصل الاول ال LH سيرج ولا الاوفيليشن؟ طبعا ال LH سيرج ده سؤال بنقول بيتريجر هو الكوز، فلازم ال LH سيرج انا رسمه ال LH سيرج الاول وبعدين بعد كده الاوفيليشن. بيحصل الاوفيليشن بعد 36 ساعه من بدايه السيرج او بعد 12 ساعه من البيك اوف ذا سيرج، الاثنين واحد. يعني امتى يحصل؟ عشان لو عايزين نعمل تايم انتركورس او بنعمل مثلا اي دي اف اكس سي وعايزه اخد البويضات، فبدلها انا من بره حقنه ال ال اتش عشان تعمل فاينل ماتوريشن اوف ذا اوسايت، واطلع انا بعد ما اديت لها هذا ال ال اتش كويس اروح صاحبه البويضات بتاعتها بعد 36 ساعه او بعد 12 ساعه من 24 ساعه، يعني بعد وقت معين عشان ابقى مطمنه انه حصل فاينل ماتوريشن اوف ذا اوسايت. تاني على الليفل بتاع الاوفري ايه اللي بيحصل؟ على الليفل بتاع الاوفري اللي هو المنسترال سايكل ات ذا ليفل اوف ذا اوفري، الفانكشن بتاع الاوفري ايه؟ حاجتين، الفوليكلز سيكريشن اوف ذا فوليكلز اللي هي اللي فورم اوف اوفيليشن هنا، وسيكريشن اوف هرمونز اني هرمون استروجين بروجستيرون اللي هما ايه النيتشر بتاعتهم؟ دول ستيرويدز وفاوند في البريفير سيركيليشن عادي. طب ازاي ان هما بيبقوا سيكريتد؟ الاستروجين في الفيرست هاف اوف ذا سايكل. ازاي؟ ان هو بيبقى ميل كوليسترول اللي هو ابتيكن فروم ذا بريفير سيركيليشن، الفيكا سيلز under the effect of LH هتحوله لاندروستين دايون، immediately الجرانيولوزا سيلز هتاخد هذا الاندروستين دايون وتحوله لاسترادايول in the presence of aromatase enzyme. عشان كده الاروماتيز انزيم ده مهم جدا، لو ست ما عندهاش اروماتيز مش هينفع يبقى عندها استروجين، هتلاقوا الاندروستين دايون ريليس في البريفير سيركيليشن كده واندروجين بقى بالعبيط، فبالتالي مهم قوي قوي الاروماتيز انزيم ده. يبقى احنا ال2 سيل ثيوري اللي بتحصل ان الكوليسترول بيبقى ابتيكن باي ذا ثيكا سيلز اللي هي بره، تحوله لاندروستين دايون in the presence of LH، تاخد الاندروستين دايون ده الجرانيولوزا سيلز in the presence of FSH and aromatase enzyme تروح تحولها لاسترادايول، يفضل يتكون ويكتر هذا الاسترادايول. اكتر واحده هيبقى فيها الاسترادايول هي الدوميننت فوليكل اللي حجمها كبير، فلما يوصل لليفل معين في الدوميننت فوليكل هذا الاسترادايول يروح عامل لي بوزيتيف LH سيرج. البوزيتيف LH سيرج ده هو اللي بيتريجر الاوفيليشن، هو اللي بيخلي الفوليكل تفرقع. ايوه امتى هتفرقع او امتى هيحصل هذا الاوفيليشن؟ بعد 36 hours من بدايه السيرج from the beginning of the surge او 12 ساعه من البيك اوف ذا سيرج هيحصل الاوفيليشن. يعني يحصل الاوفيليشن لو سايت بيت ريليز واللي فاضل من الجرانيولوزا اند فيكا سيلز ده اتحول لحاجه اسمها كوربس بيتيم. هل ليه فانكشن الكوربس بيتيم؟ اه طبعا، هو اللي بيسكريت بقى البروجستيرون، هو اللي يوتنايز كده وهو اللي بيسكريت بروجستيرون. لو حصل بريجننسي وكمل يبقى بالتالي الكوربس بيتيم ده الكوربس بيتيم هيتحول لكوربس بيتيم اوف بريجننسي. وايه اخبار الامانت بروجستين اللي هو بيعملها سكريشن؟ هتزيد ولا هتقل؟ هتزيد جدا، هتزيد جدا لدرجه ان هو البروجستيرون ده بيمنتين الفيرست ترامستر، الفيرست ترامستر بتاع البريجننسي لحد ما البلاسنتا تتكون وتيك اوفر وتكون هي الهرمونز بتاعتها. فبالتالي الكوربس بيتيم ده اكستريملي امبورتنت، امبورتنت في السايكلز العاديه لان هو بيسكريت بروجستيرون. اللي محتاجاه هنا الست كلمه بروجستيرون جستيشن او جستيرون يعني ايه؟ pregnancy بالظبط كده. برو اللي هو needed for pregnancy او before pregnancy خلاص، وهو ده هرمون الاوفيليشن وهو ده الهرمون اللي احنا محتاجينه عشان pregnancy، فهو ده البروجستيرون. البروجستيرون mainly بيبقى في first half ولا في second half of the cycle؟ طبعا في second half of all cycles of ovulatory cycles، في second half of ovulatory cycle. بمعنى ان هو لو ما حصلهاش ovulation، يعني كان الامانت استراديول هنا قليله فما حصلش ال LH سيرج فما حصلهاش ovulation، هيبقى عندي corpus luteum؟ لا. هيبقى عندي بروجستيرون؟ لا. فبالتالي مهم جدا احنا بنتكلم على الفيزيولوجي مش بنتكلم على الباثولوجي، الباثولوجي هناخده في مواضيع كتير، بس احنا النهارده بنتكلم على الفيزيولوجي النورمال، عشان لما نيجي نتكلم على الانوفيليشن ولا البي سي او اللي هو البوسيس كوفيرين ديزيز ولا الامنوريا ولا كده، تبقوا انتوا عندكم البيزكس اللي احنا نفهم منها اه ده ايه الباثولوجي اللي هنا، فكوني عرفت الباثولوجي اقدر ان انا اشوف التريتمنت هعمل لها ايه عشان اخليها يعني تبقى توصل للنورمال، لانه هدفي انها توصل للنورمال، للنورمال فيزيولوجي اللي احنا عمالين نحكيه ده. تاني بقى احنا بنتكلم على ايه النهارده؟ الفيزيولوجي اوف ذا منسترال سايكل. وات از ذا منسترال سايكل؟ از ات منسترويشن؟ منسز؟ لا، منسز دي حاجه صغيره قوي بتحصل 3 4 5 ايام كده بالكتير، بيبقى في 50 مللي اوف بلاد ريليز، و
وده بس هو يعني اهميتها ان هي تقولي ان في سايكل جوينج اون، لكن مش هي دي الام بتاع سايكل خالص. فدي كده الفرق بين منستريشن ومنسترال سايكل. امال ايه المنسترال سايكل؟ المنسترال سايكل دي 28 يوم، اتس سايكل اوف 28 يوم 28 دايز بلس اور ماينس 7 دايز، يعني ات از يعني اكسبتبل، اتس اكسبتبل ان السايكل تبقى 21 يوم، بتجيلها المنسترال كل 21 يوم، بتجيلها كل مش عارف 35 يوم، بتجيلها كل 28 يوم، اتس اكسبتبل، اتس نورمال. فلما تجي لك واحده تقول لك انا المنسس بتجيلي جات لي الشهر ده بعد 32 يوم، الشهر اللي فات جاي لي بعد 28، الشهر اللي جاي تلاقيها تجيلها بعد 22، اكسبتبل اكسبتبل نورمال نورمال يا مدام نورمال، مفيش اي مشكله خالص عادي، طالما ان هو 28 بلس اور ماينس 7 دايز اتس نورمال. احنا بنتكلم على منسترال سايكل اللي هو منسترال سايكل دي 28 يوم بلس اور ماينس 7 دايز. ايه اللي بيحصل في المنسترال سايكل؟ لا اللي بيحصل بيحصل حاجات كتير قوي 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 قوي، من اول الليفل بتاع الهايبوثالامس البيتيوتري الاوفريز ولسه كمان اليوترس. طب احنا دلوقتي اتكلمنا لحد الاوفري، نقولهم تاني بسرعه ايه اللي بيحصل على الليفل بتاع الهايبوثالامس. على فكره الهايبوثالامس في جي ان ار اتش موجوده بس منتين نوت ان بالستايل فور. امتى بتبقى بالستايل؟ في البيوبرتي، عشان كده يبتدي السايكل دي كلها تيجي تحصل ات تايم اوف بيوبرتي. لكن قبل البيوبرتي بيبقى منتين، انا رسمه خط منتين، طالما ان هو منتين مش هعمل لي كل الكيربس اللي طالعه اللي نازله دي، فبالتالي ولا البنت هيجي لها منسز ولا هيبقى فيه استروجين ولا بروجستيرون ولا اي حاجه خالص. لكن هتبتدي تحصل ماتوريشن اوف ذا هايبوثالامس ات ذا تايم اوف بيوبرتي. يعني ايه ماتوريشن؟ ان هو تبتدي السكريشن تبقى بالستايل، ان بالستايل مانر الجي ان ار اتش ده يبقى بالستايل. هو البالستيليتي دي اللي بتستيميليت الاف اس اتش اند اتش. يبقى احنا بنتكلم على ايه؟ الفيزيولوجي اوف منسترال سايكل ات ذا ليفل اوف ذا هايبوثالامس. هايبوثالامس ده اناتومي موجود في البيز اوف ذا بريد، وبعدين بيريليز ايه؟ فيزيولوجي فانكشن جي ان ار اتش. انا هشوف الريليز هرمون اللي يهمني بقى في النساء، مش هتكلم على بقيه الحاجات. ريليز جي ان ار اتش، النيتشر بتاعت الجي ان ار اتش دول ايه؟ دول بتاعي. هل اقدر اقيسهم؟ لا ما اقدرش ان انا اقيسهم خالص. ده هيروح في البيتشيتري جلاند ثرو بورتر سيركيليشن. كلمه بورتر سيركيليشن، سيركيليشن موجوده في الحته دي بس، زي الليفر في عندها بورتر سيركيليشن. فكلمه بورتر سيركيليشن سيركيليشن ما بين الهايبوثالامس والبيتشيتري اللي قريبين قوي من بعض. فبالتالي انا لو عايزه ثيوريتيكلي اقيس الجي ان ار اتش اخده منين؟ من هذه البورتر سيركيليشن. طبعا مش منطقي اطلاقا هروح الستة لا 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 انا عايزه لازم الجي ان ار اتش اللي انا اقيسه. فحضرتك روحي بقى ان هو يجيبوا سامبل من البورتر سيركيليشن الموجوده، طبعا مش منطقي. طب يبقى بالتالي بقيس ايه؟ لو انا عايزه اطمن على الفانكشن بتاعت الهايبوثالامس اتش ولا اتش، لان كون وجود نورمال ليفلز اوف اف اس اتش ولا اتش يبقى معناها ان هو اندر نورمال بارسيتيليتي بتاع الجي ان ار اتش. فبالتالي انا بقيس الاف اس اتش ولا اتش عشان تانديكيت. لو قست الاف اس اتش ولا اتش هتانديكيت ان مين نورمال؟ الهايبوثالامس والبيتشيتري. طبعا البيتشيتري. يبقى انا وانس ان انا لقيت ان الاف اس اتش ولا اتش دول نورمال ليفل الريفرنس بتاعي، يبقى كده انا معناه ان احنا عندنا الهايبوثالامس ده نورمال وكمان البيتشيتري نورمال، بدليل ان هو الليفلز بتاعه الاف اس اتش ولا اتش دول نورمال. يبقى احنا بنقول الهايبوثالامس ده في البيز اوف ذا برين بيسكريت الجي ان ار اتش اللي هم البيبتايد نوت فاوند ان ذا بريفيرال سيركيليشن. هيروحوا في البورتر سيركيليشن للبيتيوتري انتيرير ولا بوستيرير بيتيوتري؟ الجي ان ار اتش هيروحوا فين؟ للانتيرير بيتيوتري. هيروحوا للانتيرير بيتيوتري عشان يستيميليت السكريشن بتاع الاف اس اتش هاند اتش. الاف اس اتش بيبقى مينلي في الفيرست هاف اوف ذا سايكل، والال اتش مينلي بيكونترول السكند هاف اوف ذا سايكل. الاثنين موجودين على فكره، الاثنين هم في سكريشن ليهم، بس mainly the first half of the cycle is under the control of FSH و mainly the second half of the cycle is under the control of LH. فالبيتيوتري هتسكريت FSH و LH وده بيبقى ليهم كيرف. يعني ايه ليهم كيرف؟ يعني انا لو جيت اقيس ال FSH و LH في day 2، day 2 يعني day 2 of the cycle، النهارده حصل bleeding بكره يبقى اسمه day 2، day 5، day 14، day 28، كل ده هلاقي فيه levels مختلفة من ال FSH و LH. internationally او احنا اتفقنا ان هو ال اف اس اتش ولا ال اتش بس كريتد في وقت معين عشان يبقى ستاندردايز، لان انا لو هقيسه في اليوم الثاني ومش عارف فين هيقيسوه في اليوم ال 15 وناس ثانيه تقيسه في اليوم ال 21، طب انا كده ايه الريفرنس بتاعي؟ مش هبقى عارفه. فبالتالي ال اف اس اتش ولا ال اتش دول بيبقوا سكريتد في داي 2، من داي 2 تو داي 5، داي 2 تو داي 5 بنقيس ال اف اس اتش ولا ال اتش. احنا بنقول ال اف اس اتش ده مينلي بيكونترول الفيرست هاف اوف سايكل وال ال اتش السكند هاف اوف سايكل. معنى كده ان انا لو قست الاف اس اتش اند ال اتش لازم يتقاسوا مع بعض، لان
انه ليهم ريليشن مع بعض. لو اس الاف اس اتش ولا الاتش في داي 2 احنا بنقول ان هو ستاندرد ان يقيسوا من داي 2 تو داي 5 قيسوا في داي 2 هلاقي مين اللي اعلى اس اتش ولا الاتش. ها مين بيقول اف اس اتش ومين بيقول ال اتش؟ اف اس اتش ليه؟ لان احنا بنقول هو بيكنترول الفيرست هاف داي 2 ده الفيرست هاف هو السكند هاف اوف ذا سايكل الفيرست هاف. فبالتالي طالما هو بيكنترول الفيرست هاف اوف ذا سايكل وانا بقيسه في الفيرست هاف اوف ذا سايكل يبقى ديفينتلي الاف اس اتش هيبقى اعلى من ال اتش. فيبقى انا لما اجي اعمل اقيس الاف اس اتش ولا الاتش في البلاد هروح اقول لها ما دام قيسي لي الاف اس اتش ولا الاتش في داي 2. يعني ايه داي 2؟ يعني انت النهارده نزلت لك الدوره بكره تروحي تقيسي الاف اس اتش ولا الاتش في المعمل او بعده يعني ماكسيم لحد داي 5. لو اتاخرتي عن كده ما تقيسيهوش لان هتبتدي الكيرف تحصل والريليشن مش هتبقى هي ثابته. فبالتالي هي بتقيس الاف اس اتش ولا الاتش اللي هو من داي 2 تو داي 5. المفروض الاقي ايه؟ لما اقيسهم الاقي ان الاف اس اتش اعلى من ال اتش لان انا اسافر الفرصه خالص حاجه. الاثنين ما يكونوش عاليين قوي. يعني ايه عاليين قوي؟ يعني ما يكونش اكتر من 10 عشان اقول انه كويس. ليه؟ هو كل ما يعلى دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ لما يعلى الاف اس اتش دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ وحشه. ما احنا قلنا ان هو يعلى ده معناها انه ما فيش استروجين فما فيش نيجاتيف فيدباك انهيبيشن. لان لو انا عندي استروجين هيعمل لي نيجاتيف فيدباك انهيبيشن. نيجاتيف فيدباك انهيبيشن يعني يقلل ولا يعلي الاف اس اتش؟ يقلل. فنورمالي ان الاف اس اتش بلاقيه في الليفل بتاع 4 5 6 7 8 10 يعني هو ده الليفلز النورمال اللي اكسبت اللي انا ببقى مبسوطه لما يجي لي المعمل الاقي الاف اس اتش بتاع العينه طلع مثلا 7 والال اتش طلع 5 ده نورمال ولا اب نورمال؟ لو لقيت ان الاف اس اتش الليفل بتاعي هي راحت اسيتو في اليوم الثاني لنزول الدوره زي ما انا قلت لها وجات لي بالنتيجه اف اس اتش 7 والال اتش 5 نورمال ولا اب نورمال؟ نورمال. طب لو جات لي بالليفل بتاع الاف اس اتش مثلا 20 والال اتش 15 انت مبسوط ولا متضايق؟ متضايق. طب هبقى متضايق ده معناها انه ما عندهاش انف استروجين تو كوز النيجاتيف فيدباك انهبيشن. هبقى متضايق هبقى حاسه انه مشكلتها ايه؟ مشكله العينه دي ايه؟ الاف اس اتش بتاعها عالي. الاوفيريان ريزيرف ما انت بتقول ان هو المفروض ان هم يبقوا 400,000 at the time of puberty يبتدوا يقلوا كل سنه مش عارف 1000 واحده كل سايكل 1000 واحده. فده معناها ان الاوفيريان ريزيرف ليه الاوفيريان كلمه اوفيريان ريزيرف يعني ايه؟ the number of follicles present in the ovary. ال number of follicles ده قل ولا زاد؟ لا قل طبعا لان هو الفوليكل هي اللي بتسكريت الاستروجين. فكون ان الاماونت اوف استروجين از نوت انف تو كوز نيجاتيف فيدباك انهبيشن يبقى كده معناها ان الاوفيريان ريزيرف قليل ولا عالي؟ تاني 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 لا صحصحوا معايا صحصحوا معايا. احنا هنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على البيتيوتري والاف اس اتش والال اتش. ايوه بس انت قلتي الكلام زياده. ما هو لازم عمال اعيد وازيد في نفس الكلام. ما هو لازم نحط جمله زياده مع كل مره بنعيد ونزيد فيها. يعني دلوقتي البيتيوتري البيتيوتري دي مالها؟ بتسكريت من الانتيريور بيتيوتري اف اس اتش والال اتش. طيب سكريت الاف اس اتش والال اتش مينلي اف اس اتش في الفيرست هاف اوف ذا سايكل والال اتش في السكند هاف اوف ذا سايكل. بنقيسهم امتى؟ بنقيسهم في داي 2 تو داي 5. بنقيس الاف اس اتش والال اتش في داي 2 تو داي 5. ايوه عشان اشوف ايه؟ ايوه قيستهم. وبعدين الانتربريتيشن اهم طبعا. لازم ابقى فاهمه انا طلبت منها تقيس الاف اس اتش والال اتش في داي 2 ليه؟ عشان اطمن ان الليفلز بتاعتهم نورمال. امتى اقول الليفلز نورمال؟ حاجتين، ان الاف اس اتش يبقى اعلى من الال اتش وان الاثنين على بعض كل واحد لوحده يبقى اقل تقريبا من 10. لو زاد بقى من 10 ل 20 ده معناها ان الفيرتيليتي افكتد الاوفيرين ريزيرف بتاعها قل. لو لقيت الاف اس اتش اعلى من 20 ما دام انت منوفوزر خلاص ما فيش ما عندناش اوبا ما عندناش اوبا زي انت ما خلاص فانت ما عندكيش ولا فوليكل واحده بتسكريت استروجين بينهبت الاف اس اتش فده الليفل بتاع الاف اس اتش بتاع المنوفوزر. فعشان كده ببقى يعني مايندد قوي بالريشو ما بينهم ان الاف اس اتش اعلى والحاجه الثانيه بالفاليو بتاعه الاف اس اتش قد ايه. لان كل ما الفاليو دي بتعلى كل ما ده معناه انه الاوفيريان ريزيرف بيقل. واضحه البوينت دي؟ تاني يبقى احنا الاف اس اتش والال اتش اهميتهم ان انا بقيسهم في داي 2 تو داي 5 ايه؟ اشوف الريليشن ما بينهم. لازم مين اللي يبقى اعلى؟ لو لقيت الال اتش اعلى دي حاجه اسمها جي سي او. وهناخد درس البي سي او ده اشهر اندوكراين ديز اوردر في النساء هو البي سي او خلاص. فبالتالي عشان كده مهم ان انا لو عايزه دايجنوز كمان البي سي او ان انا اقيس الاف اس اتش والال اتش في داي 2 وهلاقي ساعتها الال اتش هو اللي اعلى. لكن نورمالي نورمالي احنا بنتكلم على الفيزيولوجي نورمالي ان انا الاقي الاف اس اتش هو اللي اعلى من الال اتش والاثنين الفاليو بتاعتهم تبقى
الى حد 10 مش اكتر من كده، لان لو عليت من 10 ل 20 ده معناها ان احنا ابتدى الاوفيريان ريزيرف بتاعنا يقل، ولو عليت اكتر من 20 ده وصلنا لمنوبوزال ليفل. فده ايه اهميه البيتيوتري؟ ان هي لما بتبقى عندها سيكت اوف جينر اتش بتسكريت اف اس اتش، ده الاتش اف اس اتش مينلي كنترولينج ذا فيرست هاف اوف ذا سايكل، الاتش مينلي كنترولينج السكند هاف اوف ذا سايكل. اف اس اتش لما بنقيسه في داي 2 تو 5 هو والال اتش، لازم الاقي ان الاف اس اتش هو اللي اعلى، لان انا عايزاه في الفيرست هاف اوف ذا سايكل، فلازم الاقي الاف اس اتش اعلى. دي حاجه. الحاجه الثانيه الاقي الليفل بتاعه الاثنين مش عاليه قوي، لان لو لقيتهم ان هو عاليه قوي ده معناها ان الاوفيريان ريزيرف بتاعي قليل. طيب نيجي على بعد كده، خلاص احنا قلنا الاف اس اتش والال اتش وعرفنا البيتيوتري والسكريشن بتاعه الاف اس اتش والال اتش، بيروحوا فين الاف اس اتش والال اتش؟ ده سيركليتنج لان هم جلايكوبروتين سيركليتنج في البريفيرال سيركليشن، ابتيكن باي ديفرنت اورجانز، موست امبورتنت الاوفري. ليه موست امبورتنت؟ لان انا عايز اشوف الهرمونز اللي هي سيكريتد باي ذا اوفري اللي هم الاستروجين والبروجستيرون. ايه اللي بيحصل؟ الفوليكل الاوسايد دي اللي هي سراوندد باي جرانيولوز اند فيتا سايز هتعمل ابتيك للاف اس اتش والال اتش اندر ذا افكت اوف ال ال اتش. السيكا سيلز دي هتحول الكوليسترول لاندروستين دايون، وبعدين الجرانيولوزا سيلز هتحول هذا الاندروستين دايون ذا بريزنس اوف اروماتيز انزيمز الاسترادايول. يبتدي الليفل بتاع الاسترادايول اللي يعلى 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 لحد ما يوصل لليفل معين عالي، بحيث يعمل لي بوزيتيف فيدباك على ال ال اتش، فيبتدي يحصل هذا ال ال اتش سيرج. وانس انه حصل ال ال اتش سيرج هيحصل الاوفيليشن. بيحصل الاوفيليشن امتى؟ بيحصل 12 36 hours من بدايه السيرج و 12 hours من البيك اوف ذا سيرج. هيحصل هذا الاوفيليشن اللي هو الاوسايت هتبقى ريليز، وذر هيحصل لها بقى فيرتلايزيشن ولا لا، والفولدر بتاع الجرانيولوزا والتيكا سايلز دول هيتحولوا، هيحصل لهم ليوتنايزيشن ويتحول لي ده للكوربس ريتين. ايه بقى الكوربس ريتين؟ ما هو الكوربس ريتين هيعمل ايه بقى؟ هذا الكوربس ريتين هيسكريت بروجستيرون. فبالتالي انا لو عايزه اقيس الاسترادايول، انا هنا بقى عندي الاوفيريان فانكشن فيها الاوسايت اللي هي الاوفيليشن والسكريشن اوف هرمونز اللي هو استروجين بروجستيرون. الاستروجين تحبوا تقيسوه امتى؟ في الفيرست هاف ولا في السكند هاف؟ فيرست هاف، لان هو مينلي بيعلى في الفيرست هاف بدليل ان هو احنا محتاجينه عشان يحصل الاوفيليشن. طب البروجستيرون تقيسوه امتى؟ سكند هاف طبعا، لان هو البروجستيرون اصلا بيبقى سكريتد بعد الاوفيليشن، واحنا الاوفيليشن ده بيحصل في نص السايكل، والبروجستيرون بيبقى سكريتد من الكوربس ريتين، يعني هو اصلا بيبقى سكريتد مينلي في السكند هاف اوف ذا سايكل. سكند هاف سايكل امتى بنقيسه عامه البروجستيرون؟ بنقيسه في نص اليوتيال فيز، النص الثاني من السايكل اسمه اليوتيال فيز، بنقيسه في اليوتيال لان هي اندر ذا افكت اوف ذا كوربس ريتين، في كوربس ريتين فعشان كده بنسميها اليوتيال فيز. في نص اليوتيال فيز يعني في اليوم الكام؟ لو قلنا كده انه 28 يوم الاوبيليشن بتحصل عند اليوم الكام؟ 14. طيب نص الميد ليتيال او نص اليوتيال فيز هيبقى عند اليوم الكام؟ ال 21 بالظبط، زي اليوم ال 21. يعني ما هنا 14 يوم وهنا دول 14 يوم، نص ال 14 سبعه. خلاص لو زودت هذه السبعه على ال 14 هيبقى داي 21، مش كده ولا ايه؟ فبنقيس البروجستيرون عند داي 21. بنقيس البروجستيرون في الميد ليتيال. ايوه يعني ايه ميد ليتيال؟ يعني في نص اليوتيال فيز اللي هو عند اليوم الكام؟ يعني هقول للست روحي قيسي لي البروجستيرون في الميد ليتيال فيز؟ يعني هي كده هتعمل ايه لما انا اقول لها روحي قيسي البروجستيرون في الميد ليتيال؟ مش هتعرف تعمل ايه، انت لازم تقول لها انت هتقيسيه في اليوم ال21. وعلى فكره ما بتقولهاش كمان قيسيه في اليوم ال21، انت بتقول لها اخر دوره جات لك امتى. هتقول لك مثلا جات لي اخر بيريد يوم 6/10 6 اكتوبر 6/10، تقول لها تقيسي البروجستيرون امتى؟ 27/10 بالظبط كده. انت بتكتب لها تاريخ حضرتك، لان انا لو قلت لكم انتوا ميد ليتيل انتوا ممكن تتلخبطوا. قلت لكم في ال21 يوم لنزول السايكل لنزول المنسس برضه ممكن ما تبقاش واضحه قوي في ذهنك. خلاص فانت لازم تقول لها جات لك امتى البيريد، اول يوم ولا اخر يوم؟ اول يوم. اول يوم اول يوم. بصوا هما المصريين الوحيدين، مش عارفه ليه بس في الكالتشر الوحيد المصري هما بيقيسوا السايكلز من لاست داي اوف ذا بيريد. في اي حته ثانيه في الدنيا، في انجلترا فرنسا يوروب ستيتس الدول العربيه كله من الفيرست هاف، المصريين بيقيسوه، المصريات بيقيسوه دايما من يوم ما تهرت من الدوره، يوم ما الدوره ما بقتش عليها يوم. لا احنا بنقيس من داي 1. داي 1 لما بنقول داي 1 يعني داي 1 اوف ذا سايكل، داي 1 اوف ذا مانسس، داي 2 داي 2 اوف ذا مانسس، داي 3 كده لحد داي 28. داي 28 اوف من الفيرست داي اوف ذا منسترال سايكل، فيرست داي اوف ذا منسترال سايكل وليس
last day of semester cycle. فانت هتكتب لها تاريخ. طب لو عايزه هنا تقولولي انا عايزه اقيس، عايزه اطلب من عيانه تقيس لي الهرمونز اللي احنا خدناهم. احنا خدنا ايه لحد دلوقتي؟ جي ان ار اتش واس اتش وال اتش واسترادايول وبروجستيرو. هتقيسوا جي ان ار اتش في انهي يوم؟ مش هتقيسوا، ده ما بيتقاس، ده مش موجود اساسا في البريفرنس. طب هتقيسوا الاف اس اتش والال اتش في يوم كام؟ 25. اه داي 2 داي 5. طب هتقيسوا الاسترادايول امتى؟ برده معاهم، برده معاهم، خلاص. طب هنقيس البروجستيرون امتى؟ داي 21، داي 21 اوف ذا سايكل. فدي الاوقات لما تيجي تطلب هرمونال بروفايل. هرمونال بروفايل يعني مقياس للهرمونات من العيانه عشان اطمن انه ما عندهاش ديسر، ما عندكيش لخبطه هرمونات ولا او عندك لخبطه هرمونات. يا ايه الهرمونات اللي احنا بنقيسها لها؟ هما الحاجات دي طبعا الجي ان ار اتش ما بيتقاس، بنقيس لها اف اس اتش ولا ال اتش، بنقيس لها استرادايول، وبنقيس لها البروجستيرون. ايوه اكتبهم كده، اكتب لها، اطلع الروشته بتاعتي واكتب لها روحي قيسي لي الاف اس اتش والال اتش والبروجستيرون والاسترادايول. هي لو راحت بروشيتا دي للمعمل هيعمل لها ايه؟ تفتكروا يا جماعه احنا بنتكلم منطق على فكره، مش بتكلم اي حاجه، مفيش اي حاجه قلتها زياده، احنا بس بنظبط المعلومات اللي عندنا. فانتوا لو كتبتوا، لو طلعتوا روشيتا وكتبتوا للعيانه روحي قيسي لي الهرمونات، اه انا عارفه ايه هم الهرمونات اللي بيتقاسوا، اف اس اتش ال اتش استرادايول اند بروجستيرون، كتبتهم لها الاربع هرمونات كده في ورقه وقلت لها روحي قيسيهم. هي راحت للمعمل وريت له الورقه دي، هعمل ايه المعمل؟ هيقيسهم لها بالظبط كده، هيقيسهم لها. هم يعني هو ماله اساسا؟ اساسا اللي بيبقى واقف ده تكنيشن، هيقيسهم لها. دخلوا بقى في اليوم الثاني، في اليوم العاشر، في اليوم ال 8، هيقيسهم لها. تيجي انت بقى تعمل انتربريتيشن لهذا القياس، هتلاقي ايه؟ طبعا لخبطه شديده، لان انت مش عارف اساسا. هو انت اساسا مش هتحس بلخبطه، لان طالما انت ما طلبتش في اوقات معينه يبقى انت مش عارف الانتربريتيشن. بس طبعا مهم جدا تبقى انت عارف بتطلب ايه امتى، عشان لما يجي لك تعرف ده صح ولا ده مش صح. لو جات لي العيانه، نركز مع بعض وهقول لكم ليفلز اوف هرمونز، وتقول لي اذا كانت ده نورمال ولا لا. خلاص طلبت من العيانه الاربع هرمونز دول، هفوكس على اس اتش وال اتش وبروجستيرون، مش هتكلم على الاسترادايول. لو جات لي العيانه بالورقه بتاعتها مكتوب اف اس اتش 8، اف اس اتش 8، ال اتش 5، بروجستيرون 10، نورمال ولا ابنورمال؟ ايه ده، ما انت ما قلتلناش البروجستيرون اصلا يعني. طب هقول لكم نبذه عن هذا البروجستيرون. البروجستيرون بيتقاس في دي 21 اللي هو 100 ليتيل بروجستيرون، 100 ليتيل بروجستيرون. المفروض ان عشان اقول ان العيانه دي اوفيلاتوري، اوفيلاتوري لان هو في ليفل بيز لاين اوف بروجستيرون، هو مش زيرو، هو موجود بس موجود بليفل اقل من 3 نانو جرام بير مليليتر. لو اقل من 3 نانو جرام العيانه دي مش اوفيليتنج، لو اكتر من 3 نانو جرام العيانه دي حصل لها اوفيليه، ما حصل لها كوربس فيتين، وبالتالي بقت هي اوفيليتنج. لو اكتر من 3 اوفيليتنج، وبعد التكست بوكس بتكتب اكتر من 5 2 1، لو اكتر من 3 او اكتر من 5 شي از اوفيليتنج، لو اقل من 3 شي از نوت اوفيليتنج. طيب تاني، انت قلتي الليفلز بتاع الهرمونز جت ايه؟ جت العيانه بتقول لي ان الاف اس اتش كان كام؟ انا قلته 8 والال اتش 5 والبروجستيرون 10. نورمال ولا ابنورمال؟ نورمال. مين بيقول نورمال؟ هل ده ممكن يتقاس كده؟ هل ممكن تجيلي؟ ما انت ورقه المعمل، حد شاف منكم ورقه معمل قبل كده؟ طبعا. يبقى مكتوب فوق ايه؟ في تاريخ. التاريخ ده بيبقى واحد ولا تواريخ كتير؟ هو تاريخ واحد، ده معناه ان العيانه قاست الحاجات دي كلها ايه؟ مع بعضيها في نفس اليوم. بيقول لك الديت بتاع السامبل اتاخد امتى والديت بتاع الريزلتس، خلاص هو تاريخ واحد. فهي راحت قاست لك الاف اتش والال اتش والبروجستيرون مع بعضيهم. اه صحيح الليفلز دي نورمال، بس هي مش متقاسه في الوقت الصح، فاكيد في حاجه غلط. يا اما الاف اتش والال اتش ما كانوش متقاسين في داي 2، يا اما البروجستيرون ما كانش متقاس في داي 21. مش ممكن يجوا لي كلهم في نفس الصفحه، مش كده ولا ايه؟ ازاي كلهم يتسحبوا مع بعض؟ اذا كان في واحد لازم يتسحب في داي 2 وواحد لازم يتسحب في داي 21، ازاي بالنسبه للعينه دي داي 2 داي 21 هم نفس اليوم؟ مش كده ولا ايه؟ صح ولا لا يا دكاتره؟ فبالتالي لازم هي هتجيب لي الداي 2 الاول، وبعدين بعديها بقى بفتره هتروح جايبه لي داي 21 اللي هو بتاع البروجستيرون. لو لقيت ان الصفحه بتاعت اللي فيها الاف اس اتش والال اتش 8 و5 والصفحه بتاعت البروجستيرون اللي هي الداي 21 كانت 10، ده الهرمون البروفايل بتاعها نورمال ولا اب نورمال؟ نورمال. نورمال. انت ما عندكيش لخبطه في الهرمونات يا مريم. ازاي بس؟ قالوا لي عندي تكيسات وعندي مش عارف. مدام اهو ما فيش تكيسات، بدليل ان الاف اس اتش اعلى من الال اتش مش العكس. والتكيسات دي او الاي سي او بيعمل كمان انوفيليشن، وما عندكيش، ده انت اوفيلاتري فله، ده انت كده ال
ده انت كده الاوفيليشن زي الفل. يعني انا مش محتاجه منشطات يا دكتوره، ما يدونيش اندكشن اوف اوفيليشن ده هريني منشطات. لا طبعا، ده انت لو خدتي منشطات منشط التبويض اكتر ما هو متنشط هيجي لك حاجه اسمها هايبر ستيميليشن سيندروم، فانت مش محتاجه حاجه خالص. امال مين العيانه اللي انا محتاجه اعملها اندكشن اوف اوفيليشن؟ لو اني هرمون اللي ابص عليه عشان اقول اعمل لها اندكشن ولا لا؟ بروجستيرون ابص عليه في داي 21 يكون ايه؟ عالي ده بالظبط كده. لو هعمل اندكشن اوف اوفيليشن يبقى لازم اكون عامله بروجستيرون للعيانه، والبروجستيرون في داي 21 هو بتعمل في داي 21 طلع اقل من 3، ساعتها اقول لها مدام انت فعلا محتاجه تاخدي منشط. المنشط مش ان هو كل الناس انفاريك اللي كده، ده اتس نوت فيتامين، ده هرمون، فما بديهوش غير لو كانت هي انا بيلاتري، لان هو اسمه اندكشن اوف اوفيليشن، فبدي لواحده انا بيلاتري، مش ممكن ادي لواحده اوفيلاتري خلاص، لان هيعمل لها هايبر اوفيليشن او هايبر ستيميليشن سيندروم، فبدي لواحده انا بيلاتري. يعني ايه انا بيلاتري؟ يعني البروجستيرون ليفل في داي 21 كان اقل من 3 نانو جرام. واضح؟ يبقى احنا كده اتكلمنا على الليفل بتاع الاوفري، قلنا الاناتومي اوف الاوفري موجود فين، فيزيولوجي اوف الاوفري حاجتين، سيكريشن اوف هرمونز اللي هم استروجين اند بروجستيرون، استروجين باي تو سيل ثيوري وبروجستيرون باي ذا كورپس ليتيا، استروجين في الفيرست هاف اوف ذا سايكل مينلي، بروجستيرون مينلي في السكند هاف اوف ذا سايكل، اند الفانكشن الثانيه غير السيكريشن اوف هرمونز اللي هي اوفيليشن او سيكريشن اوف فوليكل، اللي لما بيحصل هذا الاوفيليشن اللي ممكن يحصل بريجننسي عشان الميتنج بتاع سبيرم واوفم يحصل فيرتلايزيشن. فده بالنسبه للاناتومي الفيزيولوجي اوف ذا اوفري والبايكيمستري اوف ذا استروجين بروجستيرون، دول ستيرويد هرمونز وفاوندنجز بريفر سيركيليشن بيتقاسوا عادي، بروجستيرون بنقيسه في داي 20. ينفع ايه؟ ممكن اخليه في الاخر؟ اي حد عايز سؤال معلش المره دي بس، المره دي بس خلوه بس معاكم وهجاوب في الاخر. طب يبقى كده وصلنا للاوفر. ايوه يعني وصلنا لايه؟ وصلنا ان هو حصل اوفيليشن والاوفر دي طلعت بره وعرفنا الفيت اوف ذا اوفر كويس، والفيت بتاع الكوربس لوتيم يا اما يكمل يبقى كوربس لوتيم اوف بريجنسي اند مينتين الفيرست تراماستر، يا اما يحصل له اتروفي ويبقى حاجه اسمها كوربس البيكنس اللي هو الابيض ده، خلاص حصل له اتروفي وبقى حاجه اسمها كوربس البيكنس. وطالما بقى كوربس البيكنس يبقى الاماونت اوف بروجستيرون سيكريتد منه هيحصل لها ايه؟ هتقل. عشان كده احنا رسمين الكيرف كده بتاع البروجستيرون ان هو الماكسيمم في ميد لوتير وبعدين يبتدي يقل تاني لو ما حصلش بريجنسي، فبالتالي يبقى كده الليفل بتاع البروجستيرون قل، فيحصل انه ال اف اس اتش والال اتش وبرده الاستروجين طبعا قل، فال اف اس اتش والال اتش ار ريليز فروم ذا نيجاتيف فيدباك انهبيشن، وتبتدي بقى سايكل تبدا تاني، خلاص نبتدي سايكل ثانيه، لانه لو ما حصلش بريجننسي الليفل بتاع الاثنين الاستروجين بروجستيرون هيقل. طالما الليفل قل يبقى بالتالي الاف اس اتش والال اتش وايفن الجي ان ار اتش ريليز فروم ذا نيجاتيف فيدباك انهبيشن، هما كانوا اندر ذا افكت اوف نيجاتيف فيدباك انهبيشن لما كان الليفل دي عاليه، الاستراديول كان عالي كويس، البروجستيرون عالي، لكن وانس ان هم قالوا خلاص يبقى ساعتها يبقى ريليز فروم ذا نيجاتيف فيدباك انهبيشن، وتبتدي سايكل جديده باف اس اتش وال اتش جداد ان هم يحصل لهم بقى يعلوا ويقلوا والكلام ده عشان يحصل لي اوفيليشن مره ثانيه والسايكل تبتدي تكمل عادي خالص. ده بالنسبه للاوفري. طب احنا واقفين هنا فين؟ قلنا ما حصلش بريجننسي وحصل ان الاستروجين والبروجستيرون قلوا، فبالتالي ابتدت سايكل جديده، ده احنا واقفين هنا. طب في الوقت اللي السايكل جوينج اون، لما يبقى عندي هنا استروجين كتير في الفيرست هاف اوف ذا سايكل وبروجستيرون كتير في السكند هاف اوف ذا سايكل، ايه الايفكت بتاع الكلام ده على اليوترس؟ اساسا النساء هي اثنين اورجنز اللي احنا شغالين عليهم، الاوفري واليوترس، ما عندناش حاجه ثانيه. هو احنا بنشتغل على الاوفري واليوترس، فبالتالي الاوفري على سكريشن للاستروجين والبروجستيرون، هذا الاستروجين والبروجستيرون برضه طلعوا في الاوفيريان باسلز ماشي، وراحوا بقى للانترنال ايليك وراحوا ل اليوتراين اركي وبتاع وراحوا لليوترس. هيعملوا ايه؟ هيعملوا ايه؟ فيرست هاف اوف سايكل هيحصل فيها ايه؟ اندر ذا افكت اوف ويتش هرمون في الفيرست هاف؟ الاستروجين عامة هرمون بيعمل ايه؟ بروليفريشن بالظبط كده. الاستروجين ده هرمون بيعمل بروليفريشن. فهيبتدي احنا بادين من منسز، بادين من منسز. يعني ايه منسز؟ يعني الاندوميتريوم ده رفيع ولا الاندوميتريوم ده تخين؟ رفيع قوي، رفيع قوي. هي قوي قد ايه؟ هو الاندوميتريوم ده هيستولوجيكال، حد يعرف هو متكون من كام لاير؟ ثلاثه. في واحد اسمها بيزل لاير، بيزل لاير دي اللي ما بتبقاش شادد during menses، دي البيزل لاير دي اللي بيحصل منها ريجنريشن، دي اللي لو انا شلتها هيدروجينيكلي كحتها مثلا او حصل فيها انفكشن زي تي بي كويس، هي اللي هتتاكل ساعتها.
طب كون ان انا ما عنديش بيزل لاب ده معناه ايه؟ مش هيحصل منها ريجينريشن، يبقى مش هيتكون لي الانترميديت والسوبرفيشال لاير. احنا قلنا الاندوميتريوم ده متكون من بيزل لاير وانترميديت لاير وسوبرفيشال لاير، ده نورمال. البيزل لاير دي موجوده على طول ما بتتشعش زي الجذور كده بتاعت التريز، خلاص لو شلتها الشجره مش هتطلع، لكن انت لو الجذور دي موجوده الشجره برده ممكن تطلع تاني، فبالتالي البيزل لاير دي ما بتبقاش شادد. ايتروجينيك اللي بس يعني ايتروجينيك يعني الدكتور هو اللي عمل اوفر كراتج اوف الاندوميتريوم، كحت العينه جامد قوي، شال لها البيزل لاير او حصل لها نوع من الانفكشن. كل انفكشن بتيجي في الاكتيف لاير، الاكتيف لاير سوبرفيشال انترميديت، ما عدا التي بي هي اللي بتيجي في الديب لاير او البيزل لاير. فبالتالي لو احنا شلنا البيزل لاير دي هيحصل ريجينريشن للانترميديت سوبرفيشال؟ لا. هيحصل لها منسز؟ لا، ما هو اللي بيبقوا شادد في المنسز هم سوبرفيشال والانترميديت. لو هم مش موجودين اصلا يبقى مفيش حاجه هتبقى شادد، يبقى مش هيجي لها منسز. فبالتالي احنا محتاجين جدا هذه البيزل لاير عشان يحصل كونتينوس منسز، كونتينوس منستريشن، خلاص اللي هو المنسترال بلاد فلو. فاحنا عندنا هيستولوجيكلي عندنا بيزل لاير وعندنا انترميديت لاير وعندنا سوبرفيشال لاير، دول موجود فيهم جلاندز. فالجلاندز دي اندر ذا افكت اوف استروجين بيحصل لهم بروليفريشن. بروليفريشن ليه الانترميديت والسوبرفيشال لاير؟ ما انا بقول البيزل لاير دي حاجه فيكسد ما حدش بيجي جنبها، فبيحصل بروليفريشن للانترميديت والسوبرفيشال لاير. فيبتدي ان هو الاستروجين اللي موجود ده يعمل بروليفريشن السوبرفيشال لاير، بروليفريشن اكتر، وبعدين الانترميديت سوبرفيشال لاير بروليفريشن. فتبتدي هذه الجلاندز تكبر او الثيكنس لو انا بصيت عليه بالالترا ساوند الاقيه عمال يزيد. يعني لو عملت لها مثلا الترا ساوند في داي 2 هلاقي الثيكنس 2 3 مللي 4 مللي 5 مللي حاجه كده. لو عملت لها مثلا في داي 14 لا هلاقي الماكسيمم ثيكنس، لان بقى عندي خلاص فول بلون ديفلوبمنت وبروليفريشن اوف السوبرفيشال والانترميديت لاير. فهلاقي مثلا ات ذا ميد سايكل ات ذا تايم اوف اوفيوليشن الثيكنس بتاع الاندوميتريوم ده تخين. ليه؟ لان انا وصلت للماكسيمم استروجين، وصلت للماكسيمم استروجين وهو الاستروجين اللي بيعمل لي بروليفريشن لللايرز بتاعه الاندوميتريوم. كله مترتب على بعضه، كله مترتب على بعضه. يعني احنا وصلنا هنا للاستروجين وماكسيمم استروجين، والاستروجين بيعمل بروليفريشن للاكتيف لاير اوف ذا اندوميتريوم اللي هما السوبرفيشال والانترميديت. فوصلت بقى عندي ثيكنس اوف ذا اندوميتريوم، ثيكنس اوف ذا اندوميتريوم. حصل اوفيليشن كوربس ريتير بروجستيرون. بيعمل ايه بروجستيرون؟ هل بيعمل بروليفريشن؟ لا، يعمل سيكريشن. عشان كده حتى بنسمي الفيرست هاف اوف ذا سايكل دي زي ما خدتوا قبل كده اسمها ايه؟ بروليفريتيف فيز. والسكند هاف اوف ذا سايكل هنا سيكريتري فيز، لان هو بروجستيرون بيعمل سيكريشن. طب امال الفيرست هاف اوف ذا سايكل عند الليفل بتاع الاوفري هنا اسمها ايه؟ والسكند هاف اسمها ايه؟ فوليكولر فيز واليوتيرين فيز. ما احنا كنا لسه بنقول فوليكولر لان هي اندر ذا افكت اوف اف اتش هرمون، واليوتيرين لان هي اندر ذا افكت اوف ال اتش هرمون، وبيحصل فيها الكوربس ريتير. نيجي هنا بقى على الليفل بتاع الاندوميتريوم، الفيرست هاف اوف السايكل اسمها فوليكولر فيز. فوليكولر ده يعني بتكلم على اوفيريان سايكل، لكن لما اجي اتكلم على الاندوميتريوم سايكل هقول بروليفريتيف لانه اللي بيحصل فيها بروليفريشن، خلاص. ولما اجي اتكلم على السكند هاف اوف ذا سايكل بتاعه الاندوميتريوم على الاندوميتريال ليفل هقول اسمها ايه؟ الادق، هقول اسمها الميتيل، ولا هقول اسمها ايه؟ سكريتري. انت بتلخبطينا؟ لا، انت لازم تبقى فاهم بدقه. عمرك ما هتحس ان الحاجه انت فاهمها كويس قوي غير لما تبقى فاهم كل كلمه يعني ايه. ما ينفعش يبقى كله عندنا زي بعضه، كله عندنا زي بعضه يبقى احنا مش فاهمين كويس كل حاجه يعني ايه. لكن لما بقى فاهمه انه انا عندي في ترمينولوجيز اربعه خدناهم في المنسترال سايكل قبل كده في الفيزيولوجي، خدنا حاجه اسمها فوليكولر فيز، وخدنا حاجه اسمها اليوتيل فيز، وخدنا بروليفريتيف فيز، وخدنا اليوتيل فيز. هل ممكن استخدم اي واحده في اي حته؟ لا طبعا. لما اجي اقول لك اليوتيل فيز يبقى انت بتتكلم على اوفيريان ولا يوتراين وفيرست ولا سكند هاف؟ اليوتيل يبقى دفنتلي انا بتكلم على اللي فيها كوربس ريتير اللي هي سكند هاف اوف ذا اوفيريان سايكل. لو جيت اقول لك بروليفريتيف فيز يبقى انا بتكلم على عندي فيرست هاف اوف اليوتراين او الاندوميتريال سايكل، لان بقول بروليفريتيف هي اللي بيحصل فيها بروليفريشن. يبقى بالتالي انا بتكلم هنا عن الفيرست هاف مش اوف ذا اوفيريان سايكل، اوف ذا اندوميتريال سايكل، لان هي دي اللي بيحصل فيها بروليفريشن. لو هتكلم على الفيرست هاف اوف ذا اوفيريان سايكل هسميها ايه؟ فوليكولر، لان هي اندر ذا افكت اوف اف اس اتش. لا، مهم قوي كل حاجه نبقى بنسميها بمسماها، ما ينفعش ان احنا كله يبقى زي بعضه. لو كله زي بعض يبقى احنا مش فاهمين بدقه كل واحده بتعني ايه. فهو الفوليكولر فيز يعني انا بتكلم على فوليكلز وبتكلم على اف اس اتش، يبقى ديفينتلي دي اوفري و
يبقى انا بتكلم على كوربس ليتيم وبتكلم على ال اتش يبقى دافنت الكوربس ليتيم ده يبقى اكيد اوفيريا وفي السكند هاف انا مفيش كوربس ليتيم هيبقى سكند هاف اوف ذا سايكل. طيب بتكلم على بروليفراتيف بروليفريشن بروليفريشن ده بيبقى في الاندوميتريوم اندر ذا افكت اوف استروجين يبقى فيرست ولا سكند هاف فيرست هاف يبقى بروليفراتيف يبقى بتكلم على الفيرست هاف اوف ذا اندوميتريال سايت. جيت اتكلم على السكريتوري السكريتوري ده يبقى بروجستيرون لان هو المسؤول عن السكريشن بروجستيرون ده ديفينتلي سكند هاف اوف ذا سايكل ايوه السكريتوري هيبقى موجود في على ليفل اوف ذا اوفري ولا ليفل اوف ذا اندوميتريوم ديفينتلي ليفل اوف ذا اندوميتريوم. ليه مهم يبقى عندي سكريتوري اندوميتريوم في السكند هاف اوف ذا سايكل ليه؟ لان هو اساسي كل القصه دي عشان انه يحصل بريجنسي فبالتالي تيجي الفيرتلايزد اوفا الاوفا ما هي لما تطلع وتميت السبيرم كويس تروح راجعه تاني يحصل لها امبلانتيشن فين الامبلانتيشن في الاندوميتريوم في اليوترس فلازم يبقى ويل بريبيرد. ويل بريبيرد يعني ايه؟ يعني بقى سكريتوري اندوميتريوم عشان يقدر يغذي الفيرتلايزد اوفا دي اوكي. فعشان كده كل حاجه لو تفكروا فيها ده ربنا هو اللي عاملها طالما ربنا اللي عاملها يبقى اكيد اكيد هي اكيد صح جدا واكيد ده الماكسيمم هدف بيحصل منها فدفنتلي انا محتاجه هنا يبقى سكريتوري اندوميتريوم. وبالتالي لو هي انا بيلاتري مش فارق معايا الاندوميتريوم يبقى سكريتوري وهي انا بيلاتري ما هو ما حصلش اوفر ما هو مش هيحصل بريجننسي حتى لو فضل يبقى بروليفراتيف اندوميتريوم مش فارق. بس فارق في حاجه هنا لو فضل استروجين 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 ان اوبوزد استروجين ان اوبوز يعني ما فيش بروجستيرون بيعمل اوبوزيشن لهذا الاستروجين هيحصل ايه للاندوميتريوم ده؟ هايبربليزيا بروليفريشن اكسس بروليفريشن هايبربليزيا هايبرتروفي كارسينوم. مش كده بنبقى قلقانين قوي من الستات اللي عندهم انوفيليشن زي بتوع البي سي او لان عندهم استروجين ان اوبوزد باي بروجستيرون فبالتالي الاستروجين ده بيعمل بروليفريشن 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 وهذا البروليفريشن ما بيبقاش اوبوز ما بيوقفش ما هو البروجستيرون خلاص بيوقف هذا البروليفريشن ويخليه يبقى سكريتوري. لا وجود استروجين بس مش اوبوزد باي بروجستيرون يعني من غير ما يحصل اوفيليشن ده معناه ان الاستروجين بس هو اللي شغال ما عنديش بروجستيرون انا فاضله 28 دايز اوف ذا سايكل في بروليفريشن في بروليفريشن بروليفريشن حتى ما يبقى الاندوميتريوم ثيكنس ده تخن قوي ويحصل كمان هايبربليزيا لهذا الاندوميتريوم وممكن هذه الهايبربليزيا اللي هي بري كانسرس تقلب لي باندوميتريال كارسينوم. عشان كده السايكل دي اللي هي فيها استروجين وفيها اوبوزيشن اوف ذا استروجين باي ذا بروجستيرون دي اللي ربنا خلقها دي الاوبتيمم عشان كل اورجن ما يحصلش فيه اكسترا بروليفريشن زي الاندوميتريوم كده ويحصل لنا اندوميتريال هايبربليزيا واندوميتريال كارسينوم. عشان كده بنبقى قلقانين من الستات حتى لو هي يعني مش متجوزه يعني يعني مش مشكله انه ما يحصل لها اوفيليشن بريجننسي الكلام من ده لكن ممكن يحصل لها اندوميتريال كارسينوما لو هي عندها بي سي او وعندها ان اوبوزد استروجين. دي بس حته ابلكيشن كده عشان زي ما قلنا في الاورينتيشن احنا مش بس ريكول ريكول ده صعب قوي يبقى ريكول على فكره ده لازم يبقى النمبر 1 في اندرستاندنج وبعدين بعد كده بقى اناليسز وابلكيشن اللي انا بحاول ادخله لكم كده كل شويه شويه ابلكيشن عشان نشوف اهميه ان احنا نعرف الدنيا هنا دي ماشيه ازاي. طب تاني احنا بنتكلم على ليفل اوف الاندوميتريوم مين الاندوميتريوم ده اللي هو اللايننج اوف ذا يوترس اللايننج اوف ذا يوترس نورمالي هو فورمد باي بالظبط 3 لايرز بيزل لاير وانترميديت لاير وسوبرفيشال لاير. خلاص البيزل لاير دي على طول موجوده مش بيحصل لها شادنج اللي بيحصل لها شادنج هو السوبرفيشال والانترميديت. يعني ايه شادنج؟ يعني منستريشن ده هو ده اللي بينزل لكن لازم البيزل لاير تفضل موجوده لان هي اللي بيحصل منها ريجنريشن ريجنريشن خلاص ريجنريشن تتكون لي هذه السوبرفيشال والانترميديت لاير. بروليفريشن اندر ذا افكت اوف استروجين استروجين وفعلا هو في الفيرست هاف اوف ذا سايكل استروجين مينلي لحد ما نوصل للماكسيمم بروليفريشن لما يكون الماكسيمم اوت اوف استروجين سيكريتد من الدوميننت فوليكل فبيبقى الماكسيمم بروليفريشن والثيكنس اوف ذا اندوميتريوم. يحصل بعد كده اوفيليشن ويطلع الاوفا ويجي الكوربس ريتيرن يسكريت بروجستيرون يبتدي بالبروجستيرون يعمل سكريشن اهو في باكيولز جوه في الجلانس ان هي سكريشن. ليه سكريشن؟ عشان تبريبير اليوترس للفيرتلايزد اوفم عشان لما يحصل بريجنسي. فده بالنسبه للفيرست هاف اوف ذا سايكل والسكند هاف اوف ذا سايكل. حصل بريجنسي هيزيد الاماونت اوف بروجستيرون وتبقى هذا السكريتوري اندوميتريوم اتحول لحاجه اسمها ديسيديوا ويبقى فيها مور سكريشن عشان تقدر تمنتين الفيرتلايزد اوفم لحد ما البلاسنتا تتكون وتيك اوفر. طيب ما حصلش بريجنسي يعني ايه؟ يعني بقى عندي كوربس ايه؟ البيكنز ده في بروجستيرون ما فيهوش فهيحصل ايه الليفل اوف استروجين بروجستيرون يقل هل هيبقى مينتيند هذا الاندوميتريوم لا يبتدي يحصل له شادنج يعني ايه شادنج يعني يحصل منسس منسس يعني ايه يعني الانترميديت والسوبرفيشال لاير دول هينزلوا هيبقى منسس
وبعدين البيز اللي هي 4 تبتدي تاني تتكرر فيها. طب المنسز بتنزل بينزل معاها اللي هو الشد الاندوميتريوم ده، وفي نفس الوقت بيتفتح بلاد فيسلز. بلاد فيسلز بتتفتح، هو المايوميتريوم بقى مش الاندوميتريوم، المايوميتريوم متكون هيستولوجيكالي من كام ماسل وول؟ الماسكلوزا بتاعت اي اورجن، ماسكلوزا بتاعت اي اورجن فيها اوتر وانر، مش كده ولا ايه؟ اوتر ايه وانر ايه؟ اوتر لونجيتيونال وانر سيركل ماسل فايبرز. طب اليوترس المايوميتريوم فيه برضه اوتر وانر؟ اه ولا لا؟ امال في ايه؟ ها هرصدكم في ايه؟ ثلاثة بالظبط كده، في ثلاثة ماسل لايرز، ده الاورجن الوحيد اللي فيه ثلاثة، يعني فيه الاوتر وفيه الانر وفيه كمان انترميديت. انترميديت دي شكلها ايه؟ لونجيتيونال ولا سيركل؟ كريس كروس، كريس كروس، كريس كروس في بعض. ايوه كريس كروس يعني ايه؟ يعني لما يحصل لها كونتراكشن تعمل ايه في الفاسلز اللي معديه جواها؟ تقفلها عشان ما تقدرش الست دي يجيلها من وراها واكسسيف بليدنج. وبرده نفس الفيزيولوجي ده بيحصل في البوست بارتم عشان ما يجيلهاش بوست بارتم هيمرج. عشان كده مهم الكونتراكشن اوف ذا يوترس بعد الولاده، ومهم برده الكونتراكشن اوف ذا يوترس دورينج منسز عشان ما يحصلش اكسسيف بليدنج، ما يحصلهاش سيفير بليدنج، ما يحصلش عندها مش بس ال 50 مللي اللي بتنزلهم دول، ده بتنزل 50 مللي بس. 50 مللي ده قليل، مش حاجه كبيره يعني انه على مدى 5 ايام تنزل 50 مللي، حاجه قليله. اه ليه حاجه قليله؟ ده من رحمه ربنا ان عندنا في ميدل كريس كروس فايبرز في المايوميتريوم بتقفل الفاسلز اللي موجوده جواها، فبالتالي تكنترول ذا اماونت اوف بليد، تكنترول الاماونت اوف بليد. طيب وكمان بتعمل فازو كونستريكشن وبتقفل. ايه اللي بيعمل فازو كونستريكشن؟ البروستاجلاندنز. ايه ده؟ هو في بروستاجلاندنز هنا؟ شادنج. اسمعوا الكلمه دي مهمه مهمه، ركزوا معايا. شيدنج اوف ذا سيكريتوري اندوميتريوم. سيكريتوري اندوميتريوم يعني ده ولا ده؟ ده. اه السكند هاف سيكريتوري اندوميتريوم. يعني في بروجستيرون ولا ما فيهوش؟ في طبعا، كوني قلت سيكريتوري يبقى كده عندي بروجستيرون. شيدنج اوف ذا سيكريتوري اندوميتريوم بيريليز بروستاجلاندنز. بيريليز بروستاجلاندنز. يعني لما السيكريتوري اندوميتريوم ده يبقى شادد في بروستاجلاندين، لان في بيزل لاير كده موجود بروستاجلاندينز في السكريتوري اندوميتري. طب امال البروليفريتيف في بروستاجلاندينز؟ لا مفيهوش. فبالتالي لو واحده ما عندهاش اوفيليشن وحصل لها منسز، تتخيل المنسز دي هتبقى كتير ولا قليل؟ كتير كتير. لا ما هتبقى كتير. طب كان في منستريشن ولا ما فيها سبازم وكرامبس وكده ولا ما فيهاش؟ لان هو اصلا بيحصل الكرامبس من البروستاجلاندينز. ايوه البروستاجلاندينز سكريتد من ايه؟ من السكريتوري اندوميتريوم اللي هو موجود من نتيجه ليه؟ للبروجستيرون. يعني اوفيلاتري ولا انا اوفيلاتري سايكلز؟ اوفيلاتري سايكلز. فبالتالي البنت اللي بيجي لها منسز بسبازموديك ديزمنوريه تيجي تقول لك انا منسز وجعني جدا، يعني بيبقى عندي وجع فظيع في المنستريشن، دي احسن. تيجي تقول لك انا بيجي لي بينلس منسز، ده بنزل الكليه عادي ما عنديش اي مشكله خالص، وبستغرب ازاي زمايلي ولا زميلاتي بيبقوا تعبانين قوي كده في فيرست داي اوف ذا سايكل، انا ما عنديش اي مشكله. مين اللي انت هتبقى مطمن عليها اكتر؟ طبعا اللي عندها كرامبس، لان اللي عندها كرامبس يبقى عندها بروستاجلاندنز. كون ان في بروستاجلاندنز يبقى ده سكريتوري اندوميتريوم. سكريتوري يعني في بروجستيرون، بروجستيرون يبقى في اوفيليشن، يبقى دي عندها اوفيلاتري سايكلز. ودي اللي بتطمن كمان مامتها لما تجي تقول لك لا 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 ده بتتعب قوي، ده ما تروحش المدرسه، ده من كتر البين بيحصل لها كمان فوميتنج وبتاع، وبيبقى عندها سبازماتيك ديسمنوريا. سبازم ديسمنوريا ديس يعني ديفيكلت، منوريا منسز ديفيكلت، منسز يعني منسز بتبقى فيها بين او بين في المنستريشن. فاللي بتيجي بسبازماتيك ديسمنوريا دي وبتيجي كمان بسيفير بين وكرامبس وممكن كمان يبقى عندها فوميتنج وكده نتيجه للسيفير بين ده، دي عندها اوفيلاتري سايكلز. وانس انك انت رياشورد الام والبنت هي من نفسها هيبتدي الثريشولد ذا بين بتاعها يعلى شويه او تتقبل ان هي عندها يعني منسز بتبقى بوجع، لان هي حاسه ان ده نورمال. فبالتالي الرياشورنس يا دكاتره والسايكولوجيكال اسبيكت بتاع اي حد مهم جدا، هو ده اللي بيخليها تقبل الحاجه او ما يتقبلهاش. طالما ان هي عرفت واطمنت ان دي حاجه نورمال، او الديسمنوريا بروستاجلاندز بتاع سكريتوري اندوميتري بتعمل لنا ديسمنوريا ده نورمال نورمال، فبالتالي هي هتتقبل ده، فكفايه جدا انك انت تعمل لها رياشورنس. طب افرض ان هي الرياشورنس بتاعها ما كانش كفايه، يعني برده لسه هنا المنسز، احنا بنتكلم على المنسز هنا لانه هو ده هنا هيحصل منستريشن شادنج، شادنج اوف ذا سيكريتوري اندوميتريوم، ريليز اوف بروستاجلاندز، بروستاجلاندز هيعمل لنا سباز، هيعمل لنا سبازماتيك ديزمنوريا. طب افرض ان هي لا برده تعبانه، طب اديني اي حاجه كده، لان انا بدا قوي انزل عندي امتحان بتاع، هتدي لها ايه؟
ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز اللي هم انتي بروستاجلاند فيتوفان بروفين كاتافلان فولتران مش عارف ايه انتي بروستاجلاند انتي بروستاجلاند عشان تقلل البروستاجلاند. تقول لك مامتها تيجي تقول لا 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 انا عايزه بنتي تمشي طبيعي. يا ستي ما هو ده طبيعي ما فيش اي مشكله. انا ما لغيتش اساسا السكريتوري اندوميتري ما هي عندها بروستاجلاند. انا بس عشان البين البين اللي بتسببه البروستاجلاند مش اكتر من كده. طيب افرض ان هي اديتها انت نان ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز وبرده لسه عندها بين, ايه اللي يخلي ان هي ما تحسش بالبين ده ما يبقاش البين ده موجود؟ اعمل لها ايه يعني؟ انا البين ده موجود عشان السايكلز ايه اوفيلات. هل انا ممكن احول السايكلز لان اوفيلات سايكلز زي بايه؟ ها معلومات عامه معلومات عامه يا دكاتره. مين الست اللي ما بيجيلهاش اوفيليشن عشان هي بتاخد ايه فما بيجيلهاش يعني ما ينهبت الاوفيليشن؟ او سي بيز اورال كونتراسبتيف بيلز. فان الاورال كونتراسبتيف بيلز بتشتغل باي انهبيشن اوف اوفيليشن او سي بيز. اي حد للبنوته الصغيره او سي بيز يا جماعه انا بدي مش عشان هي تمنع الحمل, انا بدي عشان تمنع الاوفيليشن. هي ما هي الاو سي بيز اساسا بتشتغل باي بريفنشن اوف اوفيليشن. فانا هنا عايزه برده ابريفنت الاوفيليشن عند البنوته دي اللي هي بيجي لها سيفير بين ان البين ده ما ينفعش معاه ريشورنس ما ينفعش معانا ستيرويد الانتي انفلاماتوري. هضطر اديها او سي بيز وهفهمها وهفهم مامتها ان هي المشكله ان هي عندها تبويض والتبويض ده هو اللي بيعملها البينز. فانا ممكن اخلي سايكلز انوفيلاتري او من غير تبويض عشان ما يجيلهاش بين. لا 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 انا عايزه بنتي تمشي طبيعي بس من ستيرويد. لا انا كمان مش عايزه خلاص يبقى ريشو يعني ما هو ده كل واحده بالبتاع بتاعها يعني لازم نتفق يعني ما ينفعش. لا لا انا عايزاها تبقى كويسه ومن غير هرمونات ومن غير ادويه ان شاء الله يعني خلاص بدا بقى يعني ما هو لازم كل حاجه ليها حاجه مش كده ولا ايه؟ بس مهم انك انت تكونسل البيشنت تكونسل البيشنت عشان هي تبقى فاهمه كل حاجه هي بتاخدها ليها وتعملها. تاني بقى احنا بنتكلم على ليفل اوف ذا اندوميتريم. الاندوميتريم ده اللي هو في اللايننج اوف ذا يوترس اللي هو متكون من ثلاثه لايرز بيزا لاير وانترميديت ويس وسرفيشال لاير اللي بيحصل له شادنج انهي فيهم؟ اللي بيحصل شادنج انهي لاير من البيزا والانترميديت الانترميديت اللي احنا بنسميهم ذا اكتف لاير. ليه الاكتف؟ لان هي اللي بيحصل لها شادنج. لكن البيزا لاير دي ما بيحصلهاش شادنج. اندر ذا افكت اوف استروجين الفيرست هاف اوف ذا سايكل بيحصل فيها بروليفريشن بروليفريشن كويس عشان كده بنسميها بروليفريتيف فيز. وبعدين يحصل هنا ان الكوربس ويجيم سكريت بروجستيرين. البروجستيرين يخليه سكريتري عشان ان اوردر تو بريبير اليوترس فور ذا فيرتلايز اوفر لما يحصل بريجننسي. فهنا هيبقى سكريتري اندوميتريم. حصل بريجننسي هيجي الفيرتلايز اوفر هيبقى مور مور في اند ديسيديوال فورميشن. ما حصلش بريجننسي هيحصل شادنج اوف ذا سكريتري اندوميتريم وايل ريليزنج بروستاجلاندينز اللي هتكوز فازو كونستريكشن تو ديكريز اماونت اوف بليدنج وبتعمل لنا سبازم طبعا وكواليتي بين. عشان كده من ضمن الساينز اوف اوفيليشن ان هي تيجي تقول لك انا عندي سبازموديك ديسمينوريا يبقى بتعرف ان هي غالبا السايكلز دي اوفيلاتري طالما هي جايه لنا بسبازموديك ديسمينوريا. ده بالنسبه للليفل اوف ذا اندوميتريم المنسترال سايكل از ذا ليفل اوف ذا اندوميتريم. وخدنا معاه حته صغيره بتاعه المايوميتريم عشان نعرف الكونتراكشن اللي بتحصل دي. كما بيبقى فيه بقى بليتك اكتيفيتنج فاكتور انجيوجينيك اكتيفيتنج فاكتور كده عشان يحصل ريجينريشن مش بس للاندوميتريم وللبلاد فاسلز اللي موجوده وللبليتلتس عشان يبقى فيه كلوتنج فاكتورز وكلام من ده. يعني دي كاتاليست يعني في حاجات مساعده للفيزيولوجي اوف منستريشن بس هو ده الاساس بتاع الفيزيولوجي اوف ذا منسترال سايكل. طيب اذا انت كاتبه كمان سيرفكس وفيجاين هو هل في منسترال سايكل ات ذا ليفل اوف ذا سيرفكس؟ هو السيرفكس ده اناتومي طبعا دي الحته اللي تحت بتاعت اليوترس بادي اند سيرفكس خلاص. هو اليوترس فورم اوف بادي اوف ذا يوترس اند سيرفكس ده الاناتومي. فيزيولوجي ايه الفانكشن اوف ذا سيرفكس؟ بيسكريت بيسكريت هو فيه برضو ميوكوزا وكده وجلاند فبيبقى فيه عندنا سكريشن لسيرفايكال ميوكس. السيرفايكال ميوكس ده هل هو ووتري ولا فيسد ولا ايه وضعه؟ على حسب بالظبط كده على حسب على حسب السيرفايكال ميوكس ده في الفيرست هاف اوف ذا سايكل يعني فيرست هاف يعني اندر ذا افكت اوف استروجين ولا في السكند هاف اوف ذا سايكل اللي هو اندر ذا افكت اوف بروجستيرين. في الفيرست هاف اوف ذا سايكل الاستروجين بيخلي السيرفايكال ميوكس ونركز كده شكل السيرفايكال ميوكس ايه ونشوف ده هيخدمنا في الايم بتاع المنسترال سايكل لا هو ايه الايم اوف ذا منسترال سايكل؟ فيرتلايزيشن بريجننسي. هو الايم اوف ذا منسترال سايكل بريجننسي. حتى لما بيحصل بليدنج هنا لما تقرا اي تكست بوك تلاقي بيقول لك لما بيحصل بليدنج بيقول لك عليه ايه؟ يعني ويبنج اوف ديزابوينتد يوترس
ان اليوترس كان عامل كل البريبريشن دي عشان يحصل بريجننسي فيرتلايزيشن، ما حصلش. فقعد يعيط بدل الدموع دم ان هو نزلت المانسنس وما حصلش، كل البريبريشن دي راحت هباء. فبالتالي الايم بتاعنا المهم نبقى عارفين ايه الايم عشان نعرف كل حاجه دي فعلا بتخدم هذا الايم ولا لا. بتخدم يعني من غير اكيد بتخدم، لان ده فيزيولوجي، ده ربنا هو اللي عاملها. طيب يبقى تاني الاستروجين السيرفايكال ميوكس. تفتكروا السيرفايكال ميوكس هنا اللي هو ووتر، هل ده هيساعد اكتر السبيرمز على ان هي تخش وتعمل فيرتلايزيشن؟ هو بس بدايه هو الديبوزيشن اوف سبيرمز بيحصل فين؟ طبعا السؤال ده اللي انا بقوله عليه. فبالتالي ممكن ان الاجابه تبقى ايميديت بصير فورس اوف فاجينا ديبوزيشن سبيرمز انتركورس. حطينا سبيرمز فين؟ في الفاجينا. طبعا في الفاجينا. ايوه الفيرتلايزيشن بقى بيحصل فين؟ الفالوبيان تيوب. يا الفيرتلايزيشن بيحصل في الفالوبيان تيوب. يعني انتوا متخيلين يعني احنا دلوقتي عندنا الفاجينا بصير فورنكس اوف فاجينا كويس، وفيرتلايزيشن هنا في الفالوبيان تيوب والسبيرمز ديبوزيتد هنا. هو السبيرمز دول حجمهم قد ايه؟ بنقيسهم بايه يعني؟ بالميترز. مايكرونز 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 مايكرونز. طب الفاجينا طولها قد ايه؟ حد يعرف؟ 10 من 7 ل 10 سم، 7 ل 10 سم، ده 7 ل 10 سم. طب اليوترس حجمه قد ايه؟ احنا قلنا الاوفري حجمه قد ايه؟ 1 في 2 في 3 سم. طب اليوترس 1 تو 2 1 تايمز 2 تايمز 3 انشز. طب الانش ده يعني كام سم؟ طيب انش 2.5. فلما اقول 3 ال 3 دول يعني الحته دي كام؟ 7.5 سم. اليوترس طوله 7.5 سم، فاجينا 7 سم او 10 سم، اليوترس 7.5 سم. طب الفالوبيان تيوب طولها قد ايه؟ 10. الفالوبيان تيوب دي 10 سم. يا جماعه احنا بنتكلم ده مشوار رهيب على السبيرم مش كده ولا ايه؟ ده هو مايكرونز مايكرونز. ازاي يوصل للفيرتلايزيشن ان هو يعملها في الفالوبيان تيوب؟ ده مشوار رهيب. اكثر حاجه تساعده طبعا التيل بتاعه، لكن التيل ده لو فيه ميه هيعوم اسرع مش كده ولا ايه؟ فبالتالي منطقي في الفيرست هاف اوف ذا سايكل هنا لحد ما يحصل الاوفيليشن كويس، احنا بنبقى عايزين السيرفايكال ميوكس ده يبقى ووتري ولا فيسل؟ ووتري ووتري قوي كمان. ده حتى من ضمن الساينز اوف اوفيليشن ان هي تلاقي ات ذا تايم اوف اوفيليشن عند اليوم ال 14 تلاقي فيه اكسسيف ووتري سكريشن. تلاقي البنت او الست من ضمن الساينز اوف اوفيليشن تلاقي ان السكريشن بتاعتها بقت كتير. لوكوريا، لوكو يعني ابيض، ريا يعني اكسسيف، بس افرازات ترانسبيرنت او بيضاء او كده واكسسيف ووتري. ليه؟ عشان تساعد السبيرم على ان هو يوصل لانه يعمل فيرتلايزيشن للاوفن في الامبولاري بارت اوف ذا فلوكين تيوب. فبالتالي طبعا لازم يبقى ووتري. طب تفتكروا محتاجين هنا يبقى فيه وايت بي سيز كتير ولا لا؟ وايت بي سيز بتعمل ايه؟ ما احنا نعرف الاول بتعمل ايه الوايت بي سيز؟ ماكروفاجز هي بتاكل الحاجات اللي هل محتاجه هنا وايت بي سيز كتير ولا لا؟ لا طبعا، لان السبيرم ده فورين بادي بالنسبه لها، فلو عندي وايت بي سيز كتير طبعا ده هيبقى فيه مشكله قويه، فمش محتاجين برده وايت بي سيز هنا كتير. طب هل محتاجين نيوترينتس ان ذا فورم اوف مينرالز وصوديوم كلورايد والكلام ده ولا مش محتاجين نيوترينتس؟ اه طبعا محتاجين نيوترينتس. فبالتالي منطقي جدا جدا ان السيرفايكال ميوكس ان ذا فيرست هاف اوف ذا سايكل اندر ذا افكت اوف استروجين ان يبقى اكسسيف ووتري وفي اماونت اوف مينرالز كتير صوديوم كلورايد وكده وبوتاسيوم كلورايد وكده، ويبقى الاماونت اوف وايت بي سيز او الليكوسايت قليله جدا عشان تسيب السبيرمز ان هو يدخلوا ويعملوا فيرتلايزيشن. فده الايفكت او الفيرست هاف اوف ذا سايكل السيرفايكال ميوكس بيحصل فيهم. لدرجه ان هو الست لو السيرفايكال ميوكس ده اخذنا منه سامبل في immediately بري اوفيلاتري، بري اوفيلاتري يعني الماكسيمم ليفل اوف استروجين، اخذنا سامبل من السيرفايكال ميوكس ده وحطيناها على دي سلايد اللي هو الشرايح شرايح خلاص وسبناها تدراي كده، هتلاقي ان هو يحصل فيها اربورايزيشن. اربورايزيشن ليه؟ نتيجه للهاي كونتنت اوف صوديوم كلورايد، نتيجه للهاي كونتنت اوف صوديوم كلورايد. ودي حاجه بنسميها فيرن تيست او بوزيتيف فيرن تيست، انعملت الفيرن تيست ليه؟ لانه السيرفايكال ميوكس مليانه بصوديوم كلورايد او في اماونت كتيره جدا اوف مينرالز كويس، لدرجه انك لو سبتها على جلاس سلايد وسبتها كده تدراي هيحصل لها اربورايزيشن نتيجه للاكسسيف اماونت اوف صوديوم كلورايد الموجوده، وده بنسميه بوست فيرن تيست. لو انت حطيت على الجلاس سلايد يعني خدت السيرفايكال ميوكس دي وحطيتها على جلاس سلايد وحطيت عليها جلاس سلايد ثانيه يعني شريحتين وبقى بينهم السيرفايكال ميوكس، واحنا قلنا هو اكسسيف ولا مش اكسسيف؟
فبالتالي لو جيت ابعدهم عن بعض لا هلاقي في ستريتشابيلتي بتحصل ممكن توصل لحد 10 سم من كتر ما في اكسسيف سيرفايكال اماونت اوف سيرفايكال ميوكس كده وده بنسميه بوزيتيف ستريتشابيلتي تيست او بوزيتيف شبينبرتايت تيست. ففي الفيرست هاف اوف ذا سايكل لان هو اندر ذا افكت اوف استروجين كويس عندي اكسسيف اماونت اوف سيرفايكال ميوكس وبيبقى ووتري وبيبقى الاماونت اوف مينرالز وكده فيه كثيره عشان تساعد على النيوتريشن وفي نفس الوقت الوايت بي سيز قليله عشان تسيب السبيرمز ما تعملش ماكروفاج للسبيرمز اللي موجوده عشان يحصل فيرتلايزيشن. ده في الفيرست هاف اوف ذا سايكل. تفتكروا الكلام ده هيحصل مثلا اكتر عند داي 2 داي 3 داي 4 داي 10 اللي هو بوست فير تيست بوست شوفين بركات تيست والكلام ده عند انهي داي 2 داي 7 داي 12 بالظبط كده اللي هو immediately pre ovulate اللي هو لما يبقى الامونت اوف استروجين عاليه فايميديتلي بري اوفيلاتري ده على طول تخلي الست تفكر ايه ده ده انا قربت الاوفيليشن تحصل لو هي عايزه يحصل تايم انتركورس يحصل انتركورس ات ذس تايم عشان ده الوقت اللي هو ايميديتلي بري اوفيلاتري اللي هيحصل فيه اوفيليشن فبالتالي يحصل بريجننسي لو هي عايزه يحصل. طب حصل اوفيليشن يعني ايه حصل اوفيليشن يعني مين الهرمون اللي بقى بريدومينيت هنا بريدومينيت بروجستيرون. تفتكروا البروجستيرون احنا الايه انه يحصل بريجننسي هل لما البروجستيرون يبقى سيكريتد ده معناها انه حصل اوفيليشن ولو كان في بريجننسي حصل بريجننسي ولا لسه ما حصلش؟ حصل بريجننسي يعني هنا احنا قلنا بيحصل اوفيليشن ده لو حصل بريجننسي حصل هنا بريجننسي فالبروجستيرون هيبقى سيكريتد قبل ما المنسز الجايه تحصل ولا لازم المنسز الجايه تحصل الاول؟ لا طبعا قبل ما المنسز الجايه تحصل ما هو يعني الست هتبقى عارفه انها حصل لها بريجننسي؟ لا هتعرف امتى؟ فالمنسز ما تجيش ما بيحصل اوفيليشن فيرتلايزيشن الاول وبعدين المنسز تيجي او ما تجيش مش كده ولا ايه؟ فهو هي مش تبقى عارفه بس هتلاقي في تغيير هنا في السيرفايكال ميوكس هي لان بقى في بروجستيرون. طبعا لو في بريجننسي هذا التغيير ان ذا سيرفايكال ميوكس هيبقى يعني ماكسمايزد لكن اندر ذا افكت اوف بروجستيرون تفتكروا هيبقى اكسسيف يعني ايه اندر ذا افكت اوف بروجستيرون لو حصل بريجننسي؟ يعني هنا حصل فيرتلايزيشن يعني المفروض ان احنا هنبقى عايزين سبيرمز تاني تخش ولا لا؟ لا عايزين ما يحصلش انفكشن ويبقى الدنيا بروتكتد عشان في فيرتلايز اوفم ولا مش عايزين؟ عايزين طبعا. يبقى شكل السيرفايكال ميوكس هنا هتبقى ووتري ولا فيسز؟ فيسز اتعملت زي ميوكس بلاج عشان تقفل السيرفكس عشان تمنع السبيرمز تخش. طب الوايت بي سيز هتبقى كتير ولا قليله؟ كتير طبعا عشان لو في اي انفكشن كده ان هي تاكلها وتعملها ماكروفاجي بالذات ان ديورنج بريجننسي الاميونتي بيبقى شكلها ايه؟ بتقل ناتشرالي بتقل. دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ تفتكروا دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ كويسه لان نص البيبي ده مش بتاعها ده جاي من حته ثانيه ده من جوزها فيعني ده فورين بادي بالنسبه لها فلازم هي ما تشوفوش كفورين بادي ولا تعملوا ريجكشن فدي حاجه طبعا اكيد كويسه بس احنا بنشوف ليه هي كويسه؟ هي كويسه عشان ما يحصلش ريجكشن للبيبي ده. طب نرجع تاني احنا مش في براجنس احنا لسه في جاينيكولوجي فهنا حصل ايه في السيرفايكال ميوكس؟ السيرفايكال ميوكس ده المفروض ان هو يكون حصل بريجننسي يعني ايه بريجننسي فيرتلايز اوفم جوه يبقى بالتالي اندر ذا افكت اوف بروجستيرون السيرفايكال ميوكس هيبقى فيسد هيبقى فيسد فيسد قوي كمان زي السيرفايكال ميوكس بلاج عشان يمنع انه يبقى فيه اي سبيرمز ثانيه تخش وكمان يمنع انفكشن وعشان كده برضو الوايت بي سيز هتبقى عاليه. طب النيوتريشن هنا بتعتمد على ايه؟ يعني الفيرتلايز اوفم بيعتمد على النيوتريشن فيز على في ايه؟ الديسيدوال فوق مش على السيرفايكال ميوكس. السيرفايكال ميوكس ده بيبقى نيوترينت للسبيرمز بس فبالتالي انا محتاجه هنا يبقى عندي كلورايد كتير وصوديوم كلورايد ومينرالز وكلام من ده. لا بالعكس انا مش عايزه اغذي السبيرمز اساسا ما يموتوا ما انا مش محتاجاهم خلاص ما حصل بريجننسي فوق فبالتالي هنا في السكند هاف اوف سايكل هتلاقي السيرفايكال ميوكس بقى فيسل بقى عندنا في وايت بيسيز كتير كويس وبقى طبعا الكونتنت بتاع الصوديوم كلورايد نيجاتيف فبالتالي يبقى الفيرن وشبينبرجايت تيست هيبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. لو جيت تعمل ستريتشابيلتي مفيش ستريتشابيلتي ده هو حته فيست كده ميوكس بيلت مفيش ستريتشابيلتي نيجاتيف شبينبرجايت. طب لو جيت احطه على جلاس سلايد واسيبه كده ينشف مفيش صوديوم كلورايد مش هيحصل لنا اربورايزيشن وهيبقى نيجاتيف فيرن تيست. واضح؟ يبقى ده الليفل المنسترال سايكل ات ذا ليفل اوف ذا سيرفكس اللي هي كنترولد باي هو نفسهم الاستروجين والبروجستيرون اللي سكريتد من الاوفري. خلي بالك الاوفري ده اورجن مهم للغايه. الفانكشن بتاعت الاوفري قلنا ان هو سكريت فوليكلز اوفيليشن وبريجننسي
وبيسكريت هرمونز استروجين بروجستيرون. الاستروجين مش بس بيروح للاندوميتريوم وللسيرفكس وللفاجينا، الاستروجين بيروح فين كمان؟ كل البلاد بالظبط كده، كل السكندري سيكشوال كاركتر هتظهر، بريست ديفلوبمنت بقى كده يعني كله، كل بالنسبه يعني اكستريملي امبورتنت الاستروجين ده للستات. يعني لو واحده هتختار ما بين شرايين الاوفري وشرايين اليوترس، يعني اليوترس هو طبعا بريجننسي، ما هو وظيفه اليوترس الوحيده هو بريجننسي. منسز هو بيعمل منسز بس دي مش وظيفه يعني هو يعني مش مهم انا قصدي، لكن هو يوترس. حتى لو الستات الجمال جدا بتوعنا في العياده الخارجيه يسموا اليوترس ايه؟ حد يعرف؟ بيقولوا على اليوترس ايه لو حد نزل اللي وقف في العياده الخارجيه كده؟ بيت الولد. بيت الولد هنا اتس ترو، اتس بيت الولد، هو بيت الولد يعني البريجننسي فايتس ترو، هو بيت الولد. هم على فكره بيقولوا كلام هم اذكياء جدا، فانت لما تقعد تسمعهم كده لا ده الكلام بتاعهم صح. فهو ذا اونلي فانكشن اوف ذا يوترس هو بريجننسي. بريجننسي لو احنا مش عايزه بريجننسي خلاص، هي بالنسبه لها اليوترس ده مش فانكشن. لكن الاوفري لا طبعا كله محتاج اوفري ومحتاج استروجين، كل البنات والستات وبتاع محتاجين هذا، فالاوفري طبعا اهم بكتير من اليوترس. طيب ده بالنسبه للسيرفكس. نيجي على اخر ليفل عندنا الفاجينا. هي الفاجينا كمان فيها منسترال سايكل؟ اه طبعا فيها منسترال سايكل، طبعا ان هي بيوصل لها استروجين بيوصل لها بروجستيرون فهي فيها منسترال سايكل. طب ايه فيها منسترال سايكل؟ ايه اللي بيحصل؟ الفاجينا برده عندها بيزل لاير كويس، في بيزل لاير اوف الميكوزا فيها بيزل لاير وانترميديت وسوبرفيشال لاير. هو هنا الباكيولز دي انا رسمهم في انهي لاير؟ السوبرفيشال الانترميديت اللي بيبقى فيها سكريشن اكتر، انترميديت في الانترميديت. يعني بمعنى ان البروجستيرون بياكت مينلي على انهي لاير؟ البيزل ولا الانترميديت ولا السوبرفيشال؟ الانترميديت. البروجستيرون بياكت مينلي على الانترميديت لاير سواء عندي في اليوترس او في السيرفس او في الفاجينا. طب امال الاستروجين بيعمل بروليفريشن للسوبرفيشال لاير؟ الاستروجين مين اللي بيعمل بروليفريشن للسوبرفيشال لاير؟ يعني الاستروجين بياكت مينلي على السوبرفيشال لاير. طب انا لو جيت اعمل سكرابينج من الفاجينا، باخد سكراب من الفاجينا يعني زي الفانك ديبريسور كده ورحت عامله سكراب للسيلز، سايتولوجي كلمه سايتولوجي يعني حتى سيلز زي بالظبط الباب سمير لما نيجي نتكلم في الاوفري في السيرفكس وكده، خدت سيلز، خدت السيلز دي وحطيتها على جلاس لايت، اكسبكتد ان انا الاقي السيلز دي بيزل لاير هيبقى في بيزل سيلز موجوده؟ لا، لان البيزل سيلز دي انا عمري ما هوصل لها، انا هعور العيان مش هوصل لها. هلاقي في سوبرفيشال وانترميديت سيلز. لو انا باخد السكراب ده او السايتولوجي في الفيرست هاف اوف ذا سايكل، فيرست هاف يعني الايفكت بتاع مين اكتر؟ استروجين. هلاقي اكتر سوبرفيشال ولا انترميديت؟ سوبرفيشال، سوبرفيشال سيلز اكتر. طب لو انا باخد السكراب ده في السكند هاف اوف ذا سايكل، سكند هاف يعني اندر ذا ايفكت اوف ويتش هرمون؟ بروجستيرون. هلاقي في بيزل سيلز؟ برضه لا، بيزل سيلز ما بنلاقيهاش. طب ايه رايكم هلاقي انترميديت سيلز اكتر ولا سوبرفيشال سيلز اكتر؟ انترميديت، لان البروجستيرون هو اللي مسؤول عن الانترميديت سيلز لان هو السكريشن والسكريتري افكت بتاعه ماكسيمالي بيحصل في الانترميديت سيلز. طب ايه اللي انت كاتباه الارقام الغريبه دي؟ الارقام الغريبه دي حاجه اسمها ماتوريشن اندكس. يعني ايه ماتوريشن اندكس؟ يعني when you take a scrap او سايتولوجي من الفاجينا هلاقي قد ايه برسنتج اوف بيزل سيلز، percentage of intermediate cells and percentage of superficial cells. كلمة percentage يعني مجموعة الثلاثة دول لازم يبقى كام؟ 100%. ما بقول percentage يعني كلهم لازم يبقوا 100%. هلاقي قد ايه percentage of basic cells؟ زيرو طبعا، زيرو طبعا، سواء انا كنت في الفيرست هاف او في السكند هاف. طب هلاقي قد ايه ريشيو ما بين الانترميديت والسوبرفيشال؟ هم قسموها 30 ل 70. ففي الفيرست هاف اوف ذا سايكل اللي هي اندر ذا افكت اوف ويتش هرمون؟ استروجين. لو بقول ان ده بيزل وبعدين انترميديت وبعدين سوبرفيشال، بيزل قلنا زيرو، طب ال 70 30 هكتبهم ايه؟ ال 70 دول انترميديت سوري اللي في النص دول انترميديت واللي في الاخر دول السوبرفيشال، هلاقي الاكثر السوبرفيشال ولا الانترميديت؟ سوبرفيشال. فالماتوريشن اندكس اوف ذا فيرست هاف اوف ذا سايكل هيبقى كام؟ زيرو 30 70 لان زيرو بيزل سيلز، 30 انترميديت لان ده الاقل لان انا بتكلم على استروجين، 70 هو اللي اكتر لان انا بتكلم على استروجين. خلاص فانا بتكلم على استروجين فبالتالي الانترميديت هم اللي هيبقوا قليلين والسوبرفيشال اللي هيبقوا كتير لان انا بتكلم على الفيرست هاف اوف ذا سايكل. طب نيجي في السكند هاف اوف ذا سايكل، سكند هاف يعني بروجستيرون، يعني مين مينلي هيبريدومينيت؟
دومينية الفاز اللي هتخليها دومينيت. الانترميديت دي بتبقى في الماتشوريشن اندكس موجوده في الاول ولا في النص ولا في الاخر؟ في النص. فبالتالي ال 70 دي هحطها فين؟ في النص. طب امال البيزل؟ زيرو. يبقى زيرو 70 بالظبط كده. فده الماتشوريشن اندكس. ده الماتشوريشن اندكس اللي هتلاقوه مكتوب عندكم. ماتشوريشن اندكس يعني ايه؟ يعني باخد سيتولوجي سكراب من السيلز واحطها تحت الميكروسكوب كده على جلاس لايت وابص في برسنتج قد ايه او بيزل سيلز. اكيد مفيش. طب انترميديت تو سوبرفيشال ديبيندينج اون وات؟ انا واخده السكراب ده في الفيرست اوف ذا سايكل ولا في السكند؟ فيرست اوف ذا سايكل اندر ذا افكت اوف استروجين. يبقى بالتالي اني اللي هيبقى دومينيت سوبرفيشال ولا انترميديت؟ سوبرفيشال. فهتبقى 0 30 70. لكن لو انا واخده السكراب بتاعي ده في السكند هاف اوف ذا سايكل يعني ايه بروجستيرال افكت واجي اشوف البرسنتج اوف بيزل تو انترميديت تو سوبرفيشال اندر بروجستيرال افكت هيبقى الماتوريشن اندكس هنا عندي ايه؟ 0 70 انترميديت 30 السوبرفيشال. فهو ده الماتوريشن اندكس. واضح؟ الدرس ده لازم تقري النهارده. لازم ملوش حل. لازم تقري النهارده. خلاص؟ اقروا النهارده. المره الجايه هشرح امينوريا. قبليها هاخد اسئلتكم بحيث ان انتوا تفورميليت. قبليها هاخد اسئلتكم على ده. بس ده لازم يتقري النهارده. وإكستريملي امبورتنت انكم تقروا النهارده. شكرا يا دكاتره.